في مجموعة أدوية كبيرة اسمها البرجاتيفز هنلمها إن شاء الله بقدر الإمكان لأن هي معظمها فيها حاجات قديمة أوي لا تستخدم، هنركز على الأدوية الجديدة اللي لسه ليها استعمال. وزي ما اتفقنا هو الجزء الأهم في استعمال البرجاتيفز هو تريتمنت أوف كونستيبيشن، إزاي نعالج الإمساك. الحقيقة الفرق بين البروكاريوتيك والبرجاتيفز إن دول بيفضلوا لكن دول لأ. يعني البرجاتيفز المقصود بقى فيها في الآخر إن أنا أعمل إيفاليويشن أوف ذا كولون أند ريكتم من الفضلات. لكن بروكاريوتيك بزود الحركه، مش مطلوب مني ان انا اعمل ايفاليويشن، مش ده الهدف. اخر جزء اللي هو تريتمنت اوف دايريا، هنسمع عن الادويه بقى ازاي نعالج المغص اللي مع الدايريا، ازاي اعالج الدايريا نفسها، ازاي اعوض المحاليل اللي بتفقد اثناء الدايريا. يبقى دي ان شاء الله كده البدايه بتاعتنا، نبدا باذن الله النهارده الجزء بتاع البيبتيك انسر وعلاج البيبتيك انسر. وزي ما اتفقنا ان شاء الله الموضوع ده مهم بقى على كل مستويات الامتحان، وهيبقى عندنا كلينيكال كيس ان شاء الله في الاخر ازاي نختار ادويه كعلاج الكيرتكاس. طبعا الدكتور اللي معاك الكتاب عارف المكان، في الجزء اللي في المذاكره ان شاء الله هتلاقي كده في مقدمه بسيطه ليها علاقه بالديفينيشن، يعني ايه كيرتكاس. المفروض ان انا عندي في الاستومك وفي الميدرم في عندنا خلايا كده مبطنه اللي بنسميها ميوكوزا او ميوكس ميمبرين، لازم تكون خلايا دايما سليمه، لازم يكون في حاجه اسمها انتجريتي، يعني لازم الخليه دي تكون سليمه. لو الخليه دي اتدمرت او ماتت او حصل لها ديجنريشن لاي سبب، لازم يحصل على طول وراها ريجنريشن عشان يفضل المكان ده دايما متبطن بخلايا بنسميها ميوكوزا اوف ذا ستومك والميوكوزا اوف ذا بيبتيك. البيبتيك انسر باختصار شديد جدا، طبعا احنا مش بتوع باثولوجي بقى ولا حاجه، معناه ان بيحصل بريك او بيحصل دامج في الجزء ده، يعني في جزء من الميوكوزا من خلايا الميوكوزا ماتت وما حصلش تعويض ليها، فبدا يحصل اكسبوجر للسب ميوكوزا بقى التيشو اللي تحت الميوكس ميمبرين بدا يبقى واضح، تمام؟ اللي هي عباره عن دامج او بريك اوف ذا ميوكوزا، سواء بتاعت الاستومك هنسميها جاستريك او سواء بتاعت الديودينم هنسميها الديودينال. احنا بالنسبه لنا في الفارما بقى طبعا غير الفسيولوجي غير العلوم الاقوى مننا، يعني البيبتيك ألسر دي ليه ما بتحصلش في كل البني ادمين؟ لان دايما المفروض في اي انسان عندنا بالانس ما بين كفتين في الاستومك والديودينم، حاجه بنسميها ميوكوزا اوفنسيف ايجنتس. اوفنسيف يعني ايه بالعربي؟ اوفنسيف يعني هجوميه، مش كده؟ او ميوكوزا اتاكينج ايجنتس، او يسموها ميوكوزا اجريسيف ايجنتس، عدوانيه. حاجات موجوده جوه الجي اي تي نفسه هي نيتها انها تدمر الخلايا. مين بقى اشهر حاجات موجوده طبيعي كده؟ ميوكوزا اوفنسيف اتش سي ان طالع في خليه اسمها برايتن سيل فكرتها ان شاء الله، والبيبسين. فاكرين البيبسين ده بيبقى بيفرز على شكل حاجه افكتيف اسمها بيبسينوجين، بيتحول البيبسين في وجود الهامد، مش كده؟ عشان كده النهارده كل ما هتيجي تسيب الحاجه قللت الهامد، توقع تلقائيا انها قللت نشاط البيبسين من غير ما نشرح، لانك انت منعت خطوه مهمه اللي هي اكتيفيشن بيبسينوجين انتو اكتيف بيبسين، تمام؟ في حاجه ثالثه بيتحط في معظم الكتب، ما اعرفش موجوده السنه دي في الكتاب ولا لا، الكتاب الحقيقي بتاع القسم بيغيرنا كل سنه وقتها، يكتبها مره بطريقه ويكتبها السنه الجايه بطريقه ثانيه ويغير الكلام، وتلاقي حاجات اعتبرناها مهمه اتشالت والعكس. المهم يعني لقيت البايل في الكتاب اللي اعرف ده من الحاجات الاجريسيف، البايل اسيدز والبايل سولتس، الحاجات اللي ممكن تدمر الميوكوزا.
وفي حاجه بقى مش موجوده في الطبيعه، مش موجوده عند الطبيعه يعني، دي بتبقى انفكشن، عدوى بكتيريه. البكتيريا دي اسمها كلكم عارفينها اتش بايلوري، هيليكوباكتر بايلوري، نوع من الجرام نيجاتيف بس اللايف، بيبقى عدوى تدخل جوه الجهاز الهضمي وتعمل المشكله بتاعت البكتيريا. بالمناسبه يا جماعه، في معظم كتب البطنه دلوقتي يعني يقول لك ان ذا كومن كوز اوف بيبتيك ألسر حاجتين، اتش بايلوري انفكشن، نادرا ما تلاقي عيان ما عندوش اتش بايلوري، واستعمال المسكنات. هقول لك ان شاء الله السبب، استعمال مجموعه الادويه اللي اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. في المقابل بقى، في ربنا خلق حاجات ميكوزا بروتكتيف بقى، مش كده؟ ميكوزا بروتكتيف ايجنتس او ميكوزا ديفنسيف ميكانيزم، حاجه تحميني من الهجوم بتاع الاسيد والكالسيوم. اهم حاجه في الموضوع كله البروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز طبعا خلاص السنه اللي قبل اللي فاتت كده كانت تابعه مجموعه الاوضه كويس، وكل عام وانتم بخير. كان في من البروستاجلاندينز دي اثنين مشهورين جدا اسمهم بروستاجلاندين اي وبروستاجلاندين اي، كان يتقال عليهم كلمه ديسكريبتيف او كلمه توصف شغلهم، يقول لك دي ار سايتو بروتكتيف. سايتو يعني ايه؟ حمايه. بروتكتيف حمايه. دي اهم حاجه ربنا خلقها في الجي اي تي عشان تحميني من الاتش سي ال فيروس. هنرجع لها حالا دلوقتي. نمره اثنين، لو قلنا حاجه ثانيه من الحاجات الميكوزا بروتكتيفز هيبقى الميوكس. يعني ايه الميوكس ده؟ بارير، عامل زي حاجز بروتكتيف لاير كده، عشان لما الاتش سي ال والبيبسي يدخلوا على اليوم من هنا، هم عندهم النيه ان يحصل لهم حاجه اسمها باك ديفيوجن، يعني بعد ما خرجوا من الخليه يرجعوا لها تاني ياكلوها. فانت لما تحط بروتكتيف بارير هنا، انت بتمنع ما يسمى بالباك ديفيوجن اوف اتش سي ال. صعب الكلام ده؟ نمره ثلاثه، البايكربونيت. البايكربونيت ده وظيفته ايه؟ على فكره البايكربونيت طالع طبعا مني من الديودنم، لكن في الاستومك برضه بعض الافراز بتاع البايكربونيت وظيفته. بالظبط، تعال يعني ايه بقى بالانجليزي؟ بفر او نيوترلايزيشن. فاكر انت في الكيمياء اتش سي ال مع بايكربونيت يديك ملح زي الصوديوم مثلا كلورايد ولا حاجه، وميه وسي او 2. فطول ما عندك البايكربونيت موجود، البفر ده موجود، ده حمايه. تعال بقى نرجع للبروستاجلاندينز دول. هو انا يا جماعه ماشي بسرعه ولا مش متابعيني ولا ايه؟ هي لسه مقدمه، فلو المقدمه يعني فيها مشاكل نهد شويه، بس هي عشان لما ناخد الدراكس دلوقتي بقى يبقى برجع على اساس اللي احنا قلناه. البروستاجلاندينز الهرموني طبعا هو الاي اكتر حتى من الاي. لو تفتكروا كان في منهم انواع، كان في اي 1 واي 2 وكان وجع قلب قوي يعني. المهم بيشتغلوا على سبيسيفيك ريسبتورز، لو حضراتكم فاكرين كانوا يسموهم تي ريسبتورز، دي اختصار كلمه بروستاجلاند. فالبروستاجلاند الاي ده بيشتغل على حاجه اسمها الاي بي ريسبتور. سهله؟ الريسبتور موجود على سطح الخلايا بتاعت الميوكاس الميكوزا دي اسمه الاي بي ريسبتور. الجامد قوي في الفرق بقى الفظيع يعني، يبقى عارف ان هو اسمه اي بي 3. يعني كان الاي بي ريسبتور ده في منه انواع، فاكر انت الفا 1 و2 وبيتا 1 و2 و3 وماسكرينك مش عارف 5، هو ده نوع من البروستاجلاندين اسمه الاي بي ريسبتور، بيستقبل ماده اسمها بروستاجلاندين اي، وفي منه انواع. اللي يهمني في الجي اي تي هنا بقى عشان يشتغل البروستاجلاندين هنا اسمه الاي بي 3. خلاص؟ لما البروستاجلاندين اي يطلع في المكان ده في الاستومك وفي الديودرم يشتغل على الريسبتور بتاعه، بيعمل الاتي. بص بقى كده شغلته ايه؟ البروستاجلاندين ده يقلل الـ HCL secretion. ادي اول حاجه عملها، يقلل الحاجه الاجريسيف اللي انت خايف منها. النهارده هنتفق مع بعض بقى، اي دواء في الجزء بتاعنا ده يقلل الحمل يبقى اسمه انتي سيكريتوري. برضه مش غريبه علينا قوي، في الاتروبين كده كان في مجموعه بدائل الاتروبين اسمها انتي سيكريتوري اتروبين سبستيتوتس. بدائل الاتروبين اللي بتقلل الحمل، خلاص؟ يبقى البروستاجلاندين لما بيشتغل بيقلل HCL. ده اكشن مهم جدا عشان يبقى فيه توازن. نمره اثنين، يزود الميوكس. حلوه دي، مش كده؟ يبقى الميوكس موجود لوحده والميوكس بيزيد كمان في وجود البروستاجلاندينز عشان يعمل البروتكتيف لاير اللي احنا قلنا عليه. يزود البايكربونيت، خير وبركه، عشان يعمل بفر او نيوتراليزيشن للحمض. حاجه مهمه قوي، بروستاجلاندين اي واي كانوا من الفازو دايليت البروستاجلاندينز،
كان في بروستاجلاندينز بتضيق البلفيسز حاجه اسمها اف 2 الفا ثرومبوسان اي 2 الوجع الدماغ ده، وكان في حاجات بتوسع، دول اهم اتنين بيوسع. طب ايه الميزه ان يبقى البلفيسز هنا واسعه؟ الميزه عشان يحصل ريجنريشن، ما هو الخلايا العمراء ما بتعيش معاك طول عمرك، ده زي اي خليه بتموت ويجي غيرها. اللي يخلي في رابيد ريت اوف ريجنريشن ودايما باستمرار في نوع من الانتجريتي زي ما قلنا، ان يكون في بلاد سبلاي كويس. اللي بيزود البلاد سبلاي قوي البروستاجلاند اي والبروستاجلاند اي، يبقى هم بيزودوا الفاسكولاريتي بالباز ودايليتور اكشن بتاعها. عرفنا بقى كده الانسان الطبيعي المفروض ان هو ما عندوش اتش بايلوري صح؟ وعنده بالانس بين الكافيين. امتى بقى اقول ان حصل بيبتيكاس؟ يعني ما هي بالنسبه لنا في الفارما بيبتيكاس؟ ما دام في كافيين ميزان كده يبقى البيبتيكاس ايه بقى؟ امبالانس، هي عدم توازن بايه بقى؟ حاجات الاجريسيف عاليه طبعا في وجود بقى اتش بايلوري. كنا زمان دايما نركز الاول على مشكلتنا حمض، يعني عشنا عصور واحنا فاكرين ان مشكلتنا كلها اسيديتي، وكان زمان ما عندناش ادويه غير الانتاسيدز وما كانش بيجيبوا نتيجه، ويضطر تعمل عمليات عشان تشيل القرحه والحاجه نجحت. او يكون المشكله كلها فاكر انت اهم سببين القرحه وتهمه النار، اهم سببين جاتش بايلوري انفكشن او نون ستيرويد انتي انفلاماتوري. فاكرين الاسبرين بقى والايبوبروفين والكيتوبروفين ومش عارف الاندوميثاسين والديكلوفيناك وكل الاسامي اللي انت مش فاكر منها ولا كلمه. الاسبرين يمكن عشان هو حبيبي الشعب يعني، كل دول بيمنعوا تكوين البروستاجلاند فيحصل منهم قرحه. ان شاء الله تكون لسه فاكر المصطلح ده، الله ينور عليك، اسمها اياتروجينيك انسر. اياتروجينيك يعني سببها دواء، سببها طبيب وصف الدواء. الاسبرين واخواته ما عدا الباراسيتامول، الباراسيتامول اللي لسه فاكر كان بيشتغل سي ان اس بس، مش دعوه بقى بالمعده ولا غيره، كان مسموح بيه، لكن اي واحد تاني ممكن يعمل له قرحه. ولو انتم ان شاء الله لسه فاكرين السنه اللي فاتت لما كنا بنشرح الاسبرين قلت لكم في مصر بقى عندنا مشكلتين كبار قوي بسبب الاسراف في استخدام النون ستيرويد، مشكله قرحه معده ومشكله رينال فيلير نيفروباثي. الاسبرين بيوقف البروستاجلاند بتاعت الكيدني فيحرمها من الدم، وبقى كل يوم بتبتدي تشوف حالات فشل كلوي ويطلع المشكله كلها الناس عماله تبلبع كيتوفان على ديكلوفين على فولتارين على كتافلام على كل الاجسام الفدائيه. وبرضه افكرك ان شاء الله مشكله القرح اللي سببها اسبرين انها قرحه ونزيف. فاكرين؟ الاسبرين انتي جيل في الجرعات الصغيره وانتي كواجلانت بقى عامل زي الورفارين في الجرعه الكبيره. فيجي لك العيان ابو قرحه اسبرين ده غرقان بقى دم بسبب ان انت دمرت الميوكوزا فنعت في البروستاجلاندين وعملت سيوله في الدم. طيب يبقى بالنسبه لي كده بما ان الالسر تساوي imbalance ما بين الكفتين، يبقى the aim of treatment of peptic ulcer is restore the balance، ارجع البالانس مره ثانيه، صح؟ اعملها ازاي بقى؟ فكر اهو، اعمل ايه؟ اقلل الحمض، صح؟ اقلل شغل التبسن، اعلي الهيلجو اكتر، ادي كده عملت كفه مش كده؟ او ازود الحاجات دول، ازود البايكربونات والميوكس والبروستاجلاند طبعا اهم واحده فيهم. يبقى ده بالنسبه لي كده الايه مفتري او يعني طريقه علاج البيبتيك. طيب الجزء اللي جاي بقى اللي هو موجود في المذكره او يمكن تلاقيه موجود في الكتاب ان شاء الله السنه دي، كلينيكال بيكتشر قراءه سريعه بقى. عيان القرح طبعا مش ده مش مجالنا خالص في سنه ثالثه ولا في الفارما بقى لسه، يعني ان انا اشخص عيان عنده قرحه ولا لا، بس هي الفكره كلها بعرف لو عنده قرحه من الكلينيكال من شكله بيجي يشتكي لك من اعراض مشهوره جدا، يشتكي بحاجه اسمها ايبيجاستريك بين. يعني بالعربي كده يقول لك انا عندي الم في فم المعده. كويس؟ ايبيجاستريا كلكم عارفين بقى من الات المشكله خدتوها. وايبيجاستريك تندر لسه انت لما تدوس بايدك على الحته دي يتالم تندر. كويس؟ ادي اول شكوى. بيحصل عنده مشاكل في الشهيه انوركسيا لان شهيه، يحصل نوزيا فوميتنج لهم علاقه بالاكل ولهم علاقه بالصيام على حسب نوع القرحه. ليش هم ممكن بس هي اناتوميكالي مش هتفرق، يعني لو دوست هنا او هنا هتلاقي نفس تقريبا يعني ستومك نازله هنا كده والجن لما ماشي كده جنبها فتلاقي نفس المنطقه يعني في الجاستريك كوادرنت.
من ضمن الاعراض ممكن يحصل حاجه بيسموها بلوتنج. بلوتنج لو يعني مش موجوده في الكتاب مش مهم، بس معناها ديستنشن، معناها انتفاخ. فدي من الحاجات المشهوره ان العيان بتاع القرح بيبقى عنده شويه ديستنشن او يسموها بلوتنج. ممكن يبقى عنده هارت بيرد، اللي هي البيرد بقى احنا بنقول عليه يعني الحمض الزياده ده ممكن يكون بيرجع كمان مش بس قرحه، ده كمان ايه يرجع له على الاسوفجس كده او على التشست يعمل له الهارت بيرن او مشكله الريفلكس. انوريكسيا طبعا المشكله قلت انوريكسيا معناها فقدان شهية، عشان بس احنا ترجمه ناس بتزعل مننا. احيانا بقى العيان سواء بقى اهمالا او سواء يعني ما خدناش بالنا او لاي سبب من الاسباب بيجي الكومبليكيشن. يعني اول مره اعرف انه عنده قرحه معده يجي لنا بمضاعفات القرح. احنا عندنا في الالسر ان شاء الله لما بناخدوها في الجراحه عندنا ثلاث حاجات مهمين قوي بيحصلوا من الالسر. اول حاجه جي اي تي بليدنج، يعني اول مره يجي لنا العيان ما شفناهوش قبل كده كويس، اول مره جاي بليدنج من الجي اي تي، يا اما ابر جي اي تي بليدنج بيسموه هيماتيميسيس، يا اما بليدنج مع الستونز اللي هو بيخلي لون الستونز غامق فيسموه ميلينا. فابتدي افكر ان هو عنده حاجه بتنزف، نشوف بقى ايه. ممكن يكون جاي لنا بيرفوريتد الالسر، مش مصيبه كبيره بقى، يعني الالسر مش بس عماله تاكل في الميكوزا، دي بدات تخرم بقى لتحت داخلين على الصن ميكوزا ومش عارف ماسكولاريس ميكوزا وما اعرفش ايه تاني بقى في الهيستولوجي. المهم ان حصل ثقب في الجدار في الاستومك او في الديودرم. لما يطلع الحمض بقى بره كده الجي اي تي يعمل حاجه اسمها بيريتونايتس، التهاب في الغشاء البيريتوني، دي حاله طوارئ يعني لازم ندخل اوضه العمليات دلوقتي. يبقى بيحصل بليدنج، يحصل بيرفوريشن. ساعات بقى لما بيحصل هنا في الجزء بتاع البايلورس بالذات يحصل هيلينج باي فايبروزس، يعني حصل دامج وبعدين حصل هيلينج سكندري تنشن بقى في الباثولوجي باين، وبعدين يحصل فايبروس تيشو فيعمل حاجه اسمها بايلوريك ستينوزس او بايلوريك اوبستراكشن. فدي تعمل مشكله بقى، يبقى في فوميتنج وريجيرش وساعات تدخل في اكيوت ابدومن وحاجات كده يعني. يبقى ده قد تكون الشكوى الاولى ان هو جاي لنا كومبليكيشن. يبقى دي اول حاجه عرفنا في التشخيص الكلينيكال بيكتشر. هتاكد بقى ازاي في العيان ان هو عنده بيبتيك الكسر؟ طبعا من الشكوى بتاعتك خلاص بيجسس البين وتندرس ويعني بيشتكي بايه وايه الكلام ده. بيعملوا برضه حاجه مش متاكد ولا كنت اسال حد من زمان اللي بيشتغلوا في الجهاز الهضمي بيعملوها ولا لا، بس كان مشهور قوي زمان حاجه اسمها باريوم ميل. العيان يبلع باريوم، يبلع بقى دواء اسمه الباريوم. الباريوم ده ما بيمتصش من الجي اي تي، يفضل قاعد جوه الجي اي تي. بنعمل له اكس راي اشعه عاديه خالص، تلاقي الجزء السليم عليه الباريوم كده والجزء اللي معلوش اللي هو ما فيهوش ميكوس ممبرين مش متلون، يقول عليها باريوم ميل. اكس راي عاديه خالص، الجزء اللي هلاقي فيه ما فيهوش الصبغه او اللون ده او الشكل الغامق شويه في الاكس راي يبقى دي حته القرح. فالاقيها هنا بقى تبقى جاستريك، الاقيها هنا تبقى ديودينال. واحد اكتر حاجه طبعا نشخص بيها بقى اللي هي تحسم الامور كلها ان انا اعمل ابر اندوسكوبي، اعمل منظار يسموه جاستروسكوبي، ادخل منظار واشوف بعيني بقى القرح. ويفضل لو هي جاستريك ألسر ان احنا ناخد بايوبسي، لان احتمال كبير تكون مالينت واعراضها متشابهه قوي مع اعراض البيبتيك ألسر. واقول لك ان شاء الله البيوبسي برضه ليها وظيفه ثانيه. دي الحاجات الاساسيه. طبعا لو هي اتش بايلوري انفكشن اعرفها ازاي بقى؟ انتوا خدتوا مايكروسكوب ايه مش كده ولا لسه؟ مش طيب اعرف ان هي في انفكشن بالاتش بايلوري، ده عندنا ثلاث اختبارات بيعملوها. اشيل اشوف انتي بوديز في الدم يسموه سيرولوجي تيست، سيرولوجي كويس؟ يا اما اقيس الامونيا اللي طالعه في النفس يسموه يوريا بريث تيست. ايه بقى؟ ببلع العيان شويه يوريا كده، الاتش بايلوري يسموها يورييز بروديوسنج او يسموها بروتيز، يعني فيها يورييز ده بيكسر اليوريا مش كده؟ بيطلعها ايه بقى اليوريا دي؟ امونيا مش كده؟ الامونيا تطلع مع النفس. فلو لقيت كميات كبيره من الامونيا طالعه مع النفس يبقى لك عنده اكيد حاجه، عنده بكتيريا بتكسر اليوريا الى الامونيا. بيسموه اليوريا بريث تيست او ساعات يسموه الامونيا بريث تيست. النفس تمام؟ صح، بس انا ببقى معلمه يعني اليوريا دي بتبقى ليبلد، واخد بالك؟ يعني ليها حاجه اقدر اقيس بيها غير اليوريا اللي طالعه او غير الامونيا اللي طالعه من النفس العادي. لو خدت بقى البيوبسي، لو خدت عينه بوديها المعمل اللي يوروا لي بقى اذا كان فيها اتش بايلوري ولا لا. يبقى ده بالنسبه لنا كده هاو تو دايجنوز بيبتيك ألسر.
كلمتين صغيرين بقى من مراتهم في الجد. ايه الهدف من علاج البيت كانسر؟ عايزين اربع حاجات. نمره واحد عايزين هيلينج اوف ذا انسر، عايز اعمل التئام للجرح، مش كده؟ نمره اثنين عايز اضيع البين، ريليف اوف بين، عشان العيان ما يفضلش يتعذب بقى طول الوقت في الفرحه اللي عنده. ونمره ثلاثه ان انا امنع الريكرنس، امنع ان يحصل مره ثانيه البيت كانسر. مش وقت والله في الفرن خالص، بس اللي بيدخن ويجي له قرحه هياخد الدواء ويخف وبعدين يرجع يجي له قرحه ثاني. السموكنج ده بيقال ان هو اكثر سبب من اسباب الريكرنس. وطبعا لو احنا بقى ما تعاملناش مع الادويه صح زي ما بنقول ان شاء الله تبقى كفايه. الهدف الاخير امنع الكومبليكيشن بقى، ما استناش لما يجي لي بيلينج بيرفوريشن وبيرتونيتس وبايلوريك ستينوزس والكلام ده. يبقى ده بالنسبه لي كده المقدمه بتاعت الفيرك كانسر. ايه بقى الادويه؟ نقسمها ان شاء الله كده وناخد اللي ربنا يكرمنا بيه النهارده. عندنا اربع مجموعات رئيسيه في علاج الفيرك كانسر. لو قسمناهم كده يعني اربع مجموعات، اول مجموعه واهم مجموعه اسمها الانتي سيكريتوري دراجز. حد عارف معناها؟ معناها ايه؟ الهدف الاساسي ان انا اقلل الاتش سي ال اللي طالع من برايفت سيل. المجموعه نمره اثنين اسمها ميوكوزا بروتكتيف ايجنتس. هو مين اشهر حاجه ميوكوزا بروتكتيف؟ البروستاجلاند. ادي حاجه شبه البروستاجلاند بس كده، او ادي حاجه تنشط البروستاجلاند. اعمل لي بقى بروستاجلاند عشان الحته دي ان شاء الله تبقى سهله علينا قوي. لما ادي بروستاجلاند او حاجه تنشط السنتس بتاعه في الجي اي تي هيعمل لي كام حاجه؟ هيعمل اربع حاجات، يقلل الحمل صح؟ يظبط ميوكس، عامل لي بارير بقى وباك ديفيوجن مش عارف ايه والكلام الحلو ده. وهيزود البايكربونيت عشان اعمل بفر او نيوتراليزيشن. وهيزود الفاسكولاريتي لان هم بيوسعوا البلاد فيسل بتاع المكان ده. خلاص؟ هنسمع ان شاء الله اساميهم، دي اساميهم بايخه شويه لكن يعني ايه مقدور عليها برضه ان شاء الله يعني. نمره ثلاثه مجموعه انتي مايكروبيالز. انتي مايكروبيال دراجز. الهدف منها بقى ان انا اعمل حاجه اسمها ايراديكيشن اوف اتش بايلوري. ايراديكيشن اوف اتش بايلوري. دي بقى مش مجالنا خالص النهارده. هي عباره عن انتي بايوتكس وغير انتي بايوتكس. يعني في مثلا واحد مهم قوي اسمه كلاريثرومايسين. كلاريثرومايسين طبعا انتي بايوتكس زمان برضه راحت مع الكورونا مش كده؟ كلاريثرومايسين ده تابع مجموعه كان اسمها مايكرولايتس. كان بيشتغل بقى على البروتين وال 50 اس والكلام مش هدخل في الكلام ده طبعا ان شاء الله بس يعني دلوقتي بس هو عدى عليه. كلاريثرومايسين واحد من مجموعه المايكرولايتس وده دواء اساسي في معظم البروتوكولز بتوع علاج الكارتيكال. اموكسيسيلين تبع انهي مجموعه؟ اموكسيسيلين صح. مترونيدازول ده اصلا ايه المترونيدازول ده؟ انتي بروتوزول بتاع علاج الاميبا والجيارديا والترايكوموناس والكلام ده كويس؟ تتراسايكلينز مجموعه كانت قديمه كده ولها مشاكل ولها توكسيسيتي وحاجه. وعندنا حاجه هنسمعها ان شاء الله مرتين اسمها كولويد البيزماث كومباوندز. خلاص يبقى عندنا خمس حاجات تتقال عليهم انتي مايكروبيالز فور ايراديكيشن اوف هيلي بلد. لما ناخد الكلام ده ان شاء الله في العمل ما ينفعش استعمل انتي مايكروبيال واحد. يا اما نستعمل اثنين انتي مايكروبيالز يا اما ساعات ثلاثه انتي مايكروبيالز مع بعض. لمده اسبوع لمده اسبوعين على حسب بقى النظام. ليه بقى؟ ده انا كنت هسال ليه ما ينفعش واحد؟ ليه بنحط اثنين وثلاثه؟ عشان في الانتي بايوتكس زي دايما الكومبانيشن ده من عشان اقلل التوكسيسيتي ما استعملش جرعات كبيره من دواء واحد وعشان اقلل احتمالات الريزيستنس وعشان اعمل حاجه كان اسمها سينرجيزم صح ان يقووا بعض كويس فلازم اثنين او ثلاثه انتي مايكروبس وسمعنا اساميهم مش هنحتاجهم بقى ان شاء الله تاني في البيبتيك السر غير اللي هيتقال مره ثانيه. المجموعه الرابعه بقى مجموعه اسمها الانتاسيدز. انتاسيدز اللي هي يعني المفروض ان هي يتقال عليها انتي اسيدز. انا مسمي نفسي مش عارف ليه كده. الادويه المضاده للهرمون. خلاص؟ ملحوظه بقى مهمه. الانتاسيدز دول في معظم الكتب مكتوب عليهم كده. They are not used
فور هيلينج اوف ذا اسر. مفيش عيان هيخف بالمخ الانتسب بس، مستحيل، الا اذا كانت ديودنا الالسر صغيره كده وبتاع ممكن، لكن القاعده العامه ما يتاخدوش فور هيلينج. امال بيتاخدوا ليه؟ ايوه ليه بقى؟ يعني العيان هيستفيد ايه لما ياخدهم؟ ريليف اوف بين. الهدف الاساسي ان انا اضيع البين، كويس؟ هنرجع نقسم الانتسيد ان شاء الله في مجموعتين، مجموعه بنسميها كيميكال انتسيد. يعني ايه تعمل ايه كيميكال؟ بالظبط تفاعل اللي احنا بنقول عليه اتش سي ال مع الانتسيد، يديني حاجه مش حمض، يديني سولت وكربون دايوكسيد مش عارف ايه الكلام ده. ومجموعه ثانيه يعني دول قصدي بيعملوا نيوتراليزيشن اللي هي الفيزيكال الكيميكال دي اسيد، ومجموعه ثانيه بنسميها فيزيكال انتسيدز. وعشان بقى يتلمنا الموضوع ان شاء الله المره الجايه نكمل عليه، الفيزيكال انتسيدز دول بيعملوا حاجتين. بيعملوا حاجه بنسميها ادزوربشن. عارف يعني ايه ادزوربشن؟ يعني ادي البارتكل بتاعت الحمض اهو بتشال على السطح بتاعها ال HCl والبيتسوليزم. عشان ايه؟ يعني ليه يتشال على السطح كده؟ عشان ما يجيش ان كونتاكت مع الأدس، مش كده؟ عشان ما يحتكش بالقرحه والميكوس ممبرين ويعمل الدامج اللي احنا خايفين منه. يبقى كل الفيزيكال انتسيدز بيعملوا حاجه مشتركه، بيعملوا ادزوربشن، فاكرينها مش كده؟ فاكرين كده في الميكانيزم اوف اكشن بتاع الادويه كان في طريقه اسمها فيزيكال، وكان انا فاكر كان مكتوب تحت الفيزيكال دي ادزوربشن. كنا بنقول مش عارف كولين في علاج الضريريه ومش عارف شاركول، المهم ده واحد من الحاجات اللي بتعمل ادزوربشن. الحاجه الثانيه اسمها ديمالسانت اكشن. اي دواء بيشتغل فيزيكال انتسيد بيعمل حاجه اسمها ديمالسانت. ديمالسانت بالعربي تقدر تقول كده ملطف او مرطب، يلطف الدنيا شويه. يعني تخيل كده لو دي مكان اللي فيه السر اهو، هو بيروح عامل كده زي طبقه كده. طبقه كده يعني حمايه زي شغل الميوكس. يغطي كده الالسر شويه بطبيعته الكيميائيه او تركيبته الكيميائيه. عشان برضه ما يخليش ال اتش سي ال والبيبسين يجي من كونتاكت مع الالسر. صعب يا جماعه الكلام ده، هنرجع ان شاء الله ليه تاني بس يعني التقسيم عشان نخلص. ما دام بقى بنصور وبنقسم فالكيميكال دول بنرجع نقسمهم لحاجه بنسميها لوكال انتسيد. أو يسموه نون سيستميك، نون سيستميك، وحاجة بنسميها سيستميك أنتسيد. حتى من غير ما يسمع الكلام ده خالص قبل كده يتوقع يعني إيه الفرق؟ بقول لك الدواء ده اللي بيشتغل لوكال أنتسيد. يعني إيه؟ الجاستريك أو الجدر. بس بيشتغل في جي أي تي، صح؟ لأن هو انسوليبل وروت أبزوربت. خلاص كده؟ مش مهم الاسامي النهارده ان شاء الله، بس هنسمع بقى عن حاجات اسمها مغنيزيوم سولت والومنيوم سولت، كلهم بيشتغلوا على الجي اي دي بس ما بيعملوش حاجه بره. وفي مجموعه ثانيه اسمها سيستميك انتسيد. يعني انت اخدتها سيادتك عين القرحه اخدها دخلت على الجي اي دي، بس بما انها سوليبل وبما انها ابزوربل فتدخل على الدم. كويس؟ فتعمل حاجه سيستميك، او اي حاجه وصلت للدم يتقال عليه سيستميك اكشن. هتعمل ايه بقى سيستميك؟ هتغير البي اتش بتاعت الدم. هتغير ال pH of the blood. أهم واحد فيهم صوديوم بايكربونات. لما ببلع صوديوم بايكربونات هنسمع إن شاء الله مزايا وعيوب، بس اشتغل على جي أي تي وجزء زيادة منه راح داخل على الـ على البلد، فخلى ال pH بتاع البلد من بره دي. يعني حاجة اسمها سيستميك مش كده؟ حلوة ولا وحشة بقى؟ وحشة غالبا مش كده؟ إلا إذا كان عندي أسيدوز ده قصة تانية، ده أنا بعالج. لكن لو انا البي اتش بتاعتي عاديه ودخلتني في الكالوريز يبقى ده سايد افكت. يبقى ده بالنسبه لي كده التقسيمه بتاعت الادويه، اربع ادويه هم، واحد اثنين ثلاثه اربعه. اهم مجموعه فيهم بقى ان شاء الله في القرحه في الطب يعني وفي الامتحانات هي مجموعه الانتي سكريتوري دراجز. اللي بتشتغل كل شغلها الاساسي انها تقلل الحمض بتاعك. قبل ما انسى بس عشان نرجع لهم بقى ونكمل عليهم، الديكوزا بروتكتيف ايجنتس في منهم دواء بنسميه ميزو بروستول. الميزو بروستول ده فيري كومن في الامتحانات، يعني سواء بقى بتمتحن ام سي كيو بتمتحن شورت اي سي هتقول ان شاء الله بالتفصيل، بس ده من اسمه كده ميزو، معرفش ايه ميزو ده، بس بروست
بروستاجلاند ايه بقى؟ بروستاجلاند عباره عن دواء مصنع شبه البروستاجلاند اي. يبقى انت عرفت بيعمل ايه والله. تخيل انت النهارده كده عرفت ميزه بروستول ده وكل سنه احنا طيبين ان شاء الله. اشتغل ازاي؟ على ريسبتور كان اسمه اي بي 3. صح. لما يشتغل عليه يعمل ايه بقى ان شاء الله؟ اربع حاجات، يعدل الحمل، يزود الميوكس، يزود البايكربونات، يزود الباسكتات. عارف اهم استعمال ليه ايه بقى؟ في كده بيت شعر يقول لك الدوينة التي كانت هي الداء. تعرفش الجامده دي كلها مش عارف. هو انا لما باخد اسبرين جالي قرحه ليه؟ عشان قلل البروستاجلاند. صح؟ فلما عايز امنع القرحه دي او اعالجها اخد بروستاجلاند. صح كده؟ يبقى ميزو بروستول ده اهم استعمال ليه في الطب ايه بقى؟ بريفنشن وتريتمنت اوف اسبرين هيدروجينيك اكثر اللي سببها اسبرين وادر نون ستيرويدز. اتمنى احنا على فكره هنشرح والله انا اسف انا بتسحب من لساني كده وبقول بس هنشرح ان شاء الله وهندور عليه في الكتاب وكل حاجه بس بالمره بقى خلاص خلاص خلص يعني. هو البروستاجلاندينز كلها كانت بتعمل ايه في الرحم لو في حمل؟ اي بروستاجلاندينز كده معلومه ان شاء الله كنت لسه فاكرها من الفارما او من اي معلومات عامه كان بيعمل حاجه اسمها اوكسيكوسيكاشن كونتراكشن اوف ديلتس مش كده؟ فينفع يتاخد في الحوامل ده؟ ليه؟ صح هيعمل ابوش هيعمل ايكارد. كنا زمان بقى لما نحب نلعب الطلبه كده في الشفر لما تبقى يعني اللهم بنشرح لما بتشرحين بس يبقى احب يعني نعمل سسبنس كده ما بيتاخدش ليه في الحوامل فانا اقول له يعني هو يقول ما بيتاخدش في الحوامل فانا اقول له عشان انت تراتوجينيك فهو بكل براءه يقول لي ايه؟ اكيد ان شاء الله تراتوجينيك وانا هعدل عليك يعني ما هوش تراتوجينيك ولا حاجه ما بيعملش تشوهات ده المشكله كلها انه هينقبض الرحم ويحصل ابوشن على طول عشان كده برضه حاجه بره بقى كنت جالس هذا الدواء بياخدوه الستات اللي عايزين يعملوا ابورشن بينهم لنفسهم. يعني لو واحد عايز الليجال بريجنسي او يعني عايز تعمل الليجال ابورشن او حاجه تروح الصيدليه تسال على دواء قرحه اسمه سايتوتيك او ميزوتيك. خلاص هيدوها على قرحه وهتاخد الدواء عادي. لو اخدت وهي حامل يحصل ابورشن. فده من الادويه الخطيره جدا في الحمل وليه قصه قصص مشهوره يعني. يبقى ده اول واحد فيهم اسمه جلوكوزا بروتكتيف ايجنتس يعرف ان هو بروستاجلاندين انا. طب دكتور بيعمل سايد افكت في المش حرامي؟ اه يعمل سايد افكت بسيطه بقى. يعني انت عارف البروستاجلاندينز بتخلي الجي اي تي ينقبض كويس. زود يقول عليه يعني شويه كده ستيمولنت او يعني يعمل يعني نوع من السبازموجينيك افكت. فتلاقي اللي ياخده يحس بمناصب يحس بدايريه ساعات يعمل وجع كده في العضلات في العظم ملوش تفسير قوي لكن اعراضه الجانبيه بسيطه جدا. هي مشكلته الكبيره هي البريجنسي. نمره اثنين دواء اسمه سوكرانفيت. سوكرانفيت كويس هنقوله بالتفصيل بقى ان شاء الله المره الجايه وهنعرف ان شاء الله ان هو اسمه متقسم لثلاث اجزاء. سكر دي لوحدها وقال لوحدها وفيت لوحدها. قال دي اختصار ايه؟ ايه اللي ده اختصار ايه؟ الومنيوم صح؟ او اللي يسموه الومنيوم بقى دلوقتي اللغه الجديده يعني. وسكر ده سكروز وفيت ده سلفيت فهنعرف ان هو ان شاء الله متركب من التركيبه دي واسمه كان دايما حد من اساتذتنا يسال في الشفوي اول سؤال كان يساله الطلبه وخلاص والدنيا اتضلم بعدها بقى السكر فيت ليه سموه كده ما حدش عارف يعني ما حدش كان فاهم هو كان تخيل انه مذاكر السكر فيت وداخل بقى يقول الكلمتين يقول له ليه سموه كده وقسم لي ومش قسم لي فقال له تقوم عليها ويخلص الله يرحمه بقى ربنا يسلمك. المهم نمره ثلاثه في الحاجات اللي جوز البروتكتيف ايجنتس دواء مش مهم قوي يعني بس عشان الام سي كيو حتى ما عادش موجود في الكتب الكبيره دواء اسمه كاربينوكسولون. كاربينوكسولون اسمه الدواء نفسه وده موجود من نبات اسمه عرق سوس. عارفين العرق سوس؟ ما اعرفش انتوا يعني اخواننا العرب برضو الدنيا مختلفه عندنا امبارح كنت بقول لطلبه سنه ثانيه الفسيخ ما يعرفوش يعني ايه فسيخ وقعدت اشرح لهم الفسيخ اصلا ده عباره عن ايه يعني؟ تعرفينه؟ طيب العرق سوس نبات بيطلعوا منه مشروب بتاع رمضان بقى والحاجات الحلوه دي. العرقسوس ده من النبات ده طلعوا ماده كيميائيه دوائيه اسمها الكاربينوكسولون. هقول لك ان شاء الله بقى المره الجايه دورها انها بتعمل جلوكوز بروتكشن. تفتكر بتعملها ازاي؟ اكيد برضه بتطلع بروستاجلاند بس فما دام طلع بروستاجلاند يبقى سوبر كربونيت كل اللي انت سمعته. نمره اربعه دواء بيتكرر مرتين حاجه اسمها كولويدال بيسمث كومباوندز.
ده عباره عن ميوكوزال بروتكتيف ايجنتس وعباره عن حاجه بتعمل اراديكيشن. يعني هو نفسه ليه وظيفتين، وظيفه انه بيعمل ميوكوزال بروتكشن كويس، ووظيفه ثانيه ان هو من الحاجات اللي ليها انتي مايكروبيال اكشن. ينفع استعمله لوحده عشان اعمل اراديكيشن؟ مستحيل. انا بفكر معاه ده ايه التانيين. لما تقرا ان شاء الله في الكتاب في مذكره تريبل ثيرابي وكوادربل ثيرابي، مش النهارده علاج البيبتيك ألسر كلينيكالي، ده في الحاله ان شاء الله في العملي. لكن انت عرفت المبدا مش كده؟ لما احب اعمل اراديكيشن بدي اثنين او ثلاثه انتي مايكروبيز. من ضمن الانتي مايكروبيز حاجه اسمها كولويدال بيزمال. ولو جه سالني بقى في الام سي كيو الكولويدال بيزمال ده يعمل ايه كمان غير ان هو ليه انتي مايكروبيال اكشن؟ بيعمل جلوكوزال بروتكتيف. يبقى دول الاربعه ان شاء الله اللي هيتقالوا تحت عنوان الميكوزال بروتكتيف. نيجي بقى لاهم مجموعه اسمها الانتي سيكريتوري دراجز. نرجع نقسمها ان شاء الله لمجموعه بنسميها ال H2 بلوكرز، بيسموها ال H2 انتاجونست، اللي هي عشان نحفظهم ان شاء الله الاسامي بقى تقدر تسميها كده عائله تيدين. عائله تيدين اربع اسامي اللي عليك اخرهم دايما في المقطع الاسم العلمي بتاعهم تيدين. اكيد سمعت عن السايلنتيدين في يوم من الايام صح؟ كان من الادويه المشهوره اللي بتهبط انزيمات الكبد وتعمل دراج انتراكشنز. خلاص افكرت في غير السايلنتيدين، في دواء اسمه رانيتيدين، في دواء اسمه فاموتيدين، وفي دواء اسمه نايزاتيدين. في اسمين في المذكره مش مهم، مش يعني مش مهمين يعني، لكن اذا حصل ان هم بالصدفه جم في ام سي كيو تعرفتهم. اخرهم تيدين مش كده؟ دواء اسمه روكساتيدين ودواء اسمه مش عارف ايه تيدين، مش مهم خلاص. يعني الاربعه اللي عليك هم سايلنتيدين، فامو، راني، نايزا. هنشرحهم ان شاء الله كده في مجموعه نمره اثنين اسمها مجموعه البروتون بامب انهبيتورز. بروتون بامب انهبيتورز بيسموهم اختصارا على فكره اختصار دولي مشهور جدا بي بي ايز. يعني انت لو كتبت بي بي اي دي المفروض الناس اي حد في الطب يعرف بتتكلم عليه. بروتون بامب انهبيتورز. دي بقى عائله برازول. عائله برازول يعني اوميبرازول، لانزوبرازول، البرازول، رابيبرازول، ديكس لانزوبرازول، اس اوميبرازول، اي برازول بقى في الدنيا يبقى تبعها. خلاص؟ مش محتاجين على فكره يعني هو دايما هنا مشهور قوي في الاسئله سايلنتيدين، لكن افرض سالني عن حاجه غيره هي هي مش كده؟ مشهور قوي اول واحد ظهر هنا اسمه اوميبرازول. بالنسبه لي كلهم زي بعض، سالني عن اوميبرازول زي اللانزو زي البانتو زي الرادي زي اي حد. دول اهم مجموعتين. زمان عشان تعرف الدنيا والله ما بتدومش لحد. اتش 2 بلوكرز دول لما طلعوا كانت طفره في تاريخ الطب. لان ما كانش عندنا حاجه بتعالج القرحه زمان، يعني فاكر واحنا طلبه ما كانش في غير انتاسيد. ولو عيال ما خفش غالبا ما كانش بيخف يعني، كنا بنعمل له عمليه جراحه بقى ونشيل القرحه وممكن نشيل المعده ونشيل العيان ونشيل كل حاجه يعني. لما طلعت الاتش 2 بلوكرز اتباعت منها مبيعات مهوله في تاريخ الادويه. عملت 100 مبيعات يعني اللهم لا حسد. طلع بعدها البروتون بامب انهبيتورز، دول بقى دورهم قل قوي. ويمكن تسمعه قريب دواء اسمه سامتاك، اللي هو اسم تجاري من المجموعه دي اللي هو الرانيتيدين. طلع عليه مش عايز اقول اشاعه، طلع تقرير ان هو في مشاكل حاجات كارسينوجينيك في اثناء تصنيعه، فاتسحب من الاسواق وشويه اتسحب وشويه رجع. المهم ان بقت اهم مجموعه دلوقتي سموها ذا دراج اوف تشويس، اهم مجموعه في علاج الالسر هي البي بي ايز. في مجموعتين بقى تانيين اقل اهميه، مجموعه اسمها الانتي ماسكارينيك دراجز أو يسموها الأنتي كولينيرج دراجز. مين أشهر دواء أنتي ماسكارينيك في الطب؟ تروبين. مستخدم ده يعني تقريبا ما عادش يستعمل في الطب عشان كان نون سيليكت، فاكرين؟ الله بيقفل كل أنواع الماسكارينيك، ليه مشاكل كتير بقى على العين وعلى الجي أي تي وعلى الجدر وعلى الهارت وعلى مش عارف إيه وضغط العين وكل الكلام بتاع الأتروبين ده. فبدأوا يطلعوا مجموعات اللي يهمنا في البيبتيك ألسر، مجموعه اسمها انتي سيكريتوري انتي سبازموديك، وبالتحديد كانت مجموعه اسمها سيلكتيف ام 1 بلوكرز. بتشتغل على ريسبتور خاص كده هبقى اقول لكم ان شاء الله دلوقتي اسمه الام 1.
وهم اتنين يعني مش قادر اقول عليهم عائله بقى، هم اتنين كده غلابه يعني اخرهم زيبين، دوائين اخرهم زيبين، دواء اسمه بايرن زيبين ودواء اسمه كيلن زيبين. ففي الام سي كيو الموضوع ان شاء الله سهل قوي مش كده؟ الكيدين يبقى خلاص عرفنا اتش 2 بلوكر. هو طب بتبقى سهله كده في الام سي كيو اللي انا بس بقى. برازول يبقى بروتون بامب انهبيتور، حاجه من الزيبين يبقى هو ده تبع الام سي كيو. اخر مجموعه ملهاش قيمه خالص بقى. اخر مجموعه في الانتي سكريتوري دراجز دول ادي الانتي ماسكارينيك وادي البروتون بامب وادي الاتش 2 بلوكرز، مجموعه بنسميها جاسترين ريسبتور انتاجونيسس او جاسترين ريسبتور بلوكرز، بتقفل الريسبتور بتاع هرمون اسمه الجاسترين. انتوا اكيد اشطر انتوا خدتوا السيروز بتاع الجاسترين ده طلع من حته كتير كده في الجي اي تي مش كده، طلع من الجاز بقى حتى من الاستومك نفسها. المهم ليه ريسبتور على البرايتن سيلفر ولاد ان شاء الله دلوقتي لما بيشتغل يطلع حمض، لما جسرين ريسبتور ده ينشط ال اتش سي ال سي. طلع دواء اسمه بروجلومايد، بروجلومايد ملوش اي قيمه في الطب، لكن ساعات بقى ايه لما نحب نغلس بقى على الطلبه او هم يعني يحبوا يغلسوا على الطلبه في الامسيكيو ولا حاجه يجيبوا اسم زي كده بروجلومايد، تقعد انت بقى تتشال وتتحط وتشوف البروجلومايد ده كان ايه، عمرك ما هتفتكر. ده دواء من الادويه اللي بيشتغل كجاسترين ريسبتور بلوكر وكان بيتجرب في علاج الكبتيك اثر ما جابش نتائج خالص تقريبا يعني. يا اما ادي حاجه هنسمعها ان شاء الله كمان شويه ان انا اقلل افراز الجاسترين، فاهمين الفرق؟ يعني البروجرومايد ده بيقفل الريسبتور بتاع الجاسترين اللي موجود على البرايتر سيل. يا اما امنع خروج الجاسترين بحاجه اسمها سوماتوستاتين. عارفين الهرمون ده بيقلل حاجات كتير قوي مش كده؟ بيقلل جروث هرمون وبيقلل انسولين وبيقلل جلوكاجون وبيقلل كمان الجاسترين. او دواء شبه السوماتوستاتين، حاجه اسمها سوماتوستاتين انالوج، دواء اسمه باكتريوتا. يبقى ده بالنسبه لي الخريطه، يبقى احنا ان شاء الله عندنا كده بقى النهارده والمره الجايه وان شاء الله كده يكون اخر البيبتيك ألسر المره الجايه كل ده. الاربع مجموعات الادويه اللي في علاج البيبتيك ألسر، انتي سكريتوري بانواعهم الاربعه، بروتون بامب انهبيتورز، اتش 2 بلوكرز، انتي كولينرجيك وانتي جاسترين زي سميناها كده يعني، جلوكوزا بروتكتيف ايجنتس اربع اسامي ان شاء الله هيتحفظ، ميزوبروستول اللي هو شبه البروستاجلاند المصنع يعني، سكر الفيت وحاجه اسمها كولويدال بيسمك كومباوند اللي بتتقال مرتين، وحاجه كمان بنسميها مجموعه او دواء اسمه الكاربينوسول. بالمناسبه بس قبل ما انسى عشان اعتقد تقسيمه الكتاب وتقسيمه المذكره هتلاقي فيها في الانتي سكريتوري بروستاجلاند انالوجز صح كده؟ بروستاجلاندين انابوليس اللي هو مين؟ ميزوبروستول. يبقى الميزوبروستول ده ان شاء الله هيتقال مرتين صح؟ ان هو عباره عن دواء بيقلل الهند فتحط مع الانتي سكريتوري، وبما ان هو شبه البروستاجلاندين فهيتحط كمان مع ميفوزر. ما تنساش الكولويدال بيزمث كومباوند بيتقال مرتين، مره كميفوزر بروتكتيف ومره كانتي مايكروبيال فور ايراديكيشن اوف اتش فايف. تعالى بقى نقول مجموعة إن شاء الله، حد عايز حاجة من السطور يا جماعة نفسي مساحة. في رسمة في صورة في المذكرة دي من كتاب اسمه ليبنج جود، عشان دي مش رسمتي ولا أنا أعرف أرسم حتى أي حاجة فيها يعني. دي عبارة عن صورة طبعًا أنا ما قدرتش أستأذنهم بس يعني أنا بقول هو بقى هذه الرسمة من كتاب فارماكولوجي اسمه ليبنج جود، كتاب ظريف كده فيه دايمًا فيجر وحاجات إلستريشنز حلوة أوي يعني. فلو جت فرصة بقى أصور لكم منه. ده شكل البرايتال سيل وشكل الريسبتورز الموجودة على البرايتال سيل وازاي الاتش سي ال بيتكون، عشان سيادتك كده وانت قاعد النهارده اول مره تسمع تكتب الانسر هتعرف من الرسمه دي كل الادويه اللي لها علاقه بالانتي سكريتوري افكت صح كده يا جماعه؟ انا هرسم بقى رسمتي، انت معاك الرسمه النظيفه انا برضه ايه مش قليل يعني هرسم برضه مش هسكت. اول مره يا جماعه دي فيها رسم لسه مخلص دكتوراه بقى فرحان بنفسي قوي. اديت درس وقعدت اشرح البيبتيك ألسر، كانت البيبتيك ألسر يعني. وعمال اتكلم في حته والطلبه مش لاقيين مش عارفين انا بقول ايه يعني مش متابعين بقى معايا من الكتاب ولا حاجه. فرحان بنفسي قوي كنت الدكتوراه بتاعتي جزء منها كان على البيبتيك ألسر كمان يعني على البيبتيك ألسر كده. فكنت مذاكرها حلو قوي بقى ورسومات وبتاع. فكانت القاعه ما شاء الله اول مره بقى قاعه مليانه قوي. تاني مره بعد ما شرحت البيبتيك ألسر ما لقيتش غير ثلاثه. هم اللي كملوا معايا المسيره يعني.
من بعدها بقى اتعلمت ان احنا ايه نبقى على قدنا يعني، مفيش داعي ان احنا ايه نستعرض ولا حاجه. ادي البرايت كنسيلر اهي. الناحية دي كده جوه يعني الناحية دي مثل بريك كده من الداخل، وده اليومن بتاع الاستومك. خليني يا جماعة يعني ده الفراغ اللي بيصب فيه الحاجات، وده الناحية اللي هي الميوكس ممبرين يعني او البيزن. الخطوة النهائية في تكوين ال HCL حاجة بنسميها البروتون بامب. بضخت الهيدروجين، مش بروتون ده هو الهيدروجين مش كده؟ فيقول عليها بروتون بامب اللي هو بضخة الهيدروجين. اللي هو يسموه بقى اسم الانزيم هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز. هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز بيروح يطلع في اليوم من هنا هيدروجين، بيدخل مين مكانه؟ بوتاسيوم. اسمه هيدروجين بوتاسيوم صح؟ يبقى بيدخل بوتاسيوم. يعني سيبك من البوتاسيوم بقى، خلينا ايه؟ هو ده اللي بيضخ الهيدروجين، وبعدين الهيدروجين ده يمسك مع الكلورايد اللي جاي من حاجه اسمها كلورايد شيفت بقى بتاعت الكربونيك انهيدريز والكلام ده تعرفوه في الفيسيولوجي. خلينا في الاتش انا من الهيدروجين اين ده هو اساس الحاجه خلاص. دي سموها يا جماعه في كتب الفارما او كتب الفيسيولوجي ذا فاينل كومن باث واي اوف اتش سي ال سكريشن، اخر خطوه. بص بقى على البرايتن سيل دي عليها كام ريسبتور؟ البرايتن سيل دي عليها صح مش كده؟ عليها تقريبا اربعه. بص كده اهم واحد اسمه الاتش 2 ريسبتور. اهم واحد في الريسبتورز اللي موجوده ده هو الاتش دي. وبعدين عندنا ريسبتور تاني اسمه ماسكارينيك. الناس اللي بتشتري دماغها يقول لك ماسكارينيك بقى ما يقعدش يحط ارقام. في كتب هتلاقي كتب كبيره ومحترمه جدا في الفارما كاتبه ام 3، بس احنا دايما نعتبر ان هو كتب كبيره كاتبه ام 3 احنا بنعتبره ان هو ام 1 كويس؟ عشان انا بقول الكلام ده انك انت ممكن تقرا حاجه ثانيه هتلاقي الماسكارينيك اللي هنا ده ما هوش ام 1 ولا حاجه. ليه مكتوب ام؟ ليه مكتوب ام 3؟ بس احنا ماشيين مع بعض كده ان هو ده الام 1 اللي موجود. وعندنا ريسبتور ثالث اسمه الجاسترين ريسبتور. كويس؟ هو الجاسترين ريسبتور ده ليه اسم ثاني كده يسموه جاسترين كوليسيستوكاينين ريسبتور. مش مهم اسمه جاسترين عندنا كده فرما اسمه جاسترين. خلاص على كده. وبعدين عندنا ريسبتور مختلف بقى. اسمه الـ EP ريسبتور. ايه بقى ان شاء الله بقى؟ تقول لي بقى كل واحد من دول كده ايه الليجن بتاعه؟ ايه الحاجه اللي بتحفز الريسبتورز دول؟ وبيعملوا ايه بقى في تاثير الـ HCL؟ ستايل كولين. صح. فين بقى يا عبد؟ ماسكرين. تمام. جاي منين الاستايل كولين ده؟ منين؟ باراسيتاتيز نيرف. مين اشهر باراسيتاتيز؟ فيجاس. صح. يبقى عندك عصب هنا اسمه الفيجاس بيطلع كيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايكو. تمام. الام 1 ده لو احنا لسه فاكرين زمان كانوا دايما الماسكرين ريسبتورز لو تفتكروا كانوا بيقولوا عليهم جي بروتين كابل، يعني مش كلهم جوه الخليه عن طريق جي بروتين مش كده؟ وهنا بالتحديد كان طريق عن طريق حاجه اسمها جي كيو، عن طريق جي كيو ريسبتور او جي كيو باو يعني ليجن ديتد جي كيو ريسبتور. الجي كيو ده كان بيعمل ايه؟ ايوه لما يجي الاسيتايل كولين يمسك هنا الجي كيو ده يعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه فوسفولايبيز سي. صح؟ يقوم عامل ايه؟ مكسر الفوسفولايبيز لمادتين، ماده اسمها داي اسايد كوليسترول وماده اسمها بايكتين، والمحصله ان يزيد الكالسيوم. مش الكلام ده قديم بقى مش كده؟ عشان تعرف الفارما بقى عمليه تقسيم الفارما دي برضه يعني مش مهم. ادي ام 1 اتش اتش 2 ده هو ده كده فين؟ اتش 2 ده ايدي بيشغله استامين. صح برافو عليك استامين. معلش انا اسف كانت اسئلتي ساذجه بس يعني جاي منين بقى الاستامين ده يا استاذ سمير؟ ده سؤال ما طلعش سهل قوي. جاي منين الاستامين ده؟ هو الاستامين ده هرمون ولا كيميكال ترانسميتر ولا حاجه ثانيه؟ كورتيكويد صح؟ يعني بيفرز من مكان، بيفرز من خليه اسمها الديروكروفين لايك. خلية مليانة هيستامين كده في الاستومك او في الجي اي تي اسمها الديروكروفين لايك. طيب جاسترين مين اللي هيشغله؟ جاسترين ريسبتور ده مين اللي هيشغله؟ جاسترين. صح؟ جاسترين ده جاي منين بقى؟ ده هرمون جاي مع البلد سبلاي.
طيب تعالى نرجع بس الاتش 2 ده كان بيشتغل ازاي. انا كان يعني مش عايز ارجع للذكريات القديمه قوي بتاعت الكويت، بس كان في كام نوع من الاستريمنج. الثالث ما كانش، لا هو جاي بقى اخر كلام اربعه هو الثالث ما كانش. ده ما كناش نعرف عن حاجات كتير قوي، كان موجود على انفلامات وسيلز والكلام ده. والثلاثه بتاع سي ان اس برضه معلوماتنا عنه محدوده. كانوا كبار قوي واحد واثنين. واحد ده كان موجود على سموث ماسل فايبرز، موجود على البرونكاي، موجود على بلاد فيسلز، موجود مش عارف على اليوترس، موجود على الجلد. كان شغل بقى الهستيرين بتاع الالرجي ده. اتش 2 كان موجود في ثلاث اماكن. اهم مكان النهارده طبعا هو ده الفايتال سيل، وموجود على الهارت وموجود على البلاد فيسلز. برضه بيوسع الشرايين بس هو اقل اهميه من الاتش 1 على البلاد فيسلز. كويس؟ طيب الاتش 2 ده بيشتغل ازاي بقى؟ جي بروتين كار. بأني جي بروتين؟ جي اس. جي اس يعني ايه؟ يعني ينشط ايه؟ استميلات ايوه استميلات ايه؟ ادينين سايكليز، فيحول الاي تي بي الى سايكليك ام بي. خلاص؟ سايكليك ام بي هنا على فكره بيزود كالسيوم برضه. تمام؟ طيب الجاسترين اسيتو ده ما سمعناش عنه، ولا انا معلوماتي فيه ضعيفه جدا، بس هو اللي انا اعرفه ان هو جي كيو. فخلاص فنهايته في الاخر ايه بقى ان شاء الله؟ كانسر صح؟ فوسفور بي سي ولاج واي بي 3 وفي النهايه كانسر. الاي بي ريسبتور بقى اللي هو الريسبتور بتاع مين؟ مين اللي بيشغله؟ بروستاجلاند. يا جماعه تكون من الخلايا هنا عادي، تكون وتتكسر وتتكون، ما هياش متخزنه لو تفتكروا. كانت مختلفه شويه عن البروتوكويز اللي هي نوت ستورد. بتتصنع وتتكسر ويجي غيرها. المهم انها لما البروستاجلاند يتصنع اللي هو الاي بقى والاي ينشط البروستاجلاندين. طبعا الاي هو المهم قوي، يعني ينشط الاي بي ريسبتور اللي سميناه الاي بي 3. وده بيعمل ايه في الحمل؟ ده عارفين بيعملها ازاي حتى لو انا ما ذاكرتش بقى؟ بينهبت عند جي اي. جي اي معناها ايه بقى؟ انهبيشن. فيقلل اي بي فيقلل الكالسيوم. هنا بقى الكالسيوم والسايكليك اي بي دول ينشطوا حاجه بنسميها بروتين كاينيز. مش مهم قوي بقى ينشطوا كده، يعني زي انزيم موجود جوه اسمه بروتين كاينيز. البروتين كاينيز ده هو اللي ينشط البروتون بامب فيطلع الهيدروجين ويسحب بداله الكالسيوم. اللي سميناها لو تفتكروا بقى كذا مره قلتها النهارده ذا فاينل كومن باث واي اوف اتش سي ال سكريشن اخر فتره. خلاص انت بقى بالرسمه دي عرفت مين هم الانتي سكريتري قدامك كام حد؟ خمسة طبعا. ليه بقى؟ تقفل مثلا واحد كويس؟ مش اقوياء قوي. هنعرف ان شاء الله دلوقتي هم مش جامدين قوي يعني. بمجموعه ايه بقى؟ او كانت عيله كده صغيره محدوده يعني. سنتين. هيرين سنتين وتيرين سنتين. صح؟ اقفل اتش 2. اتش ده يا جماعه تقريبا مسؤول عن 60 70% من الحمل. يبقى دي خطوه مهمه. اقفل المجموعه اسمها اتش 2 بوكر اللي هي عيلة دي. اقفل الجاسترين ده محدود جدا، الجاسترين ده شغله على الحمض قليل قوي، بس اقدر اقفله يا اما ادي ده اسمه بروبلومايد يا اما ادي سوماتوستاتين او حاجه شبهه. الحل اللي بعد كده ان انا بقى ايه؟ ما اديش حاجه تقفل، ده انا ادي حاجه تشغل، صح؟ لو اخدت بالك بلوكر، لكن هنا اجونس ادي حاجه شبه البروستاجلاند، لان البروستاجلاند نفسه انهبيتوري. اخر حل واقوى حل في البروتون بامب بعيله بي بي اي. بي بي اي اللي هي عائله برازول اوميبرازول واخواته. خلاص يبقى دي كده الخريطه بتاعتنا في الانتي سيكريتوري دراجز. استاذنكم نبدا بالبروتون بامب انهبيتورز حيث ان هم دلوقتي اهم، يعني معلش انا عارف الكتاب بادئ بالاندسيتس، معلش انا اسف والله لو عارف كنت يعني لو يجي الكتاب كنت عدلت الترتيب، بس هي مش هتفرق والله، مجرد بس يعني ايه دي قبل دي. بادي اظن بالاندسيتس وبعدين بدا بالاتش بوكرز وبعدين اتكلم عن البروتون بامب. فهي البروتون بامب هو دلوقتي اهم مجموعه في علاج الالسر، فمن باب يعني الاحتراف هنبتدي نتكلم اول مجموعه على البروتون بامب. في حاجه بوظه او حاجه ولا شغال كويس؟ هنوقف ثانيه ومشغله احسن. ماشي. اقدر اشيل الاجهزه دي يا جماعه؟ بس هي دي احلى من بتاعتي. طبعا.
ابصر. لما نيجي نتكلم بقى ان شاء الله على اي مجموعه دوائيه فكرت يعني باذن الله كده احنا كنا بنتكلم على نقط محدده، كنا بنتكلم على السورس مش مهم قوي يعني كيمستري لو في حاجه ليها قيمه تتقال، وبعدين فارماكو كاينتكس كان فيها بقى حاجه اسمها ايه؟ مش كده؟ ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم واكسكريشن. في كلمة لطيفة بقى كده عشان احنا كبرنا بقى بقينا ثالث سنة فارما ان شاء الله، ففي كلمة كده يقول عليها الفيت مصير، هي نفس كلمة هي اسم كل حاجة والله، بس يعني على الأقل أعرف إيه مصير الدولة كان إيه؟ كسر ولا نزل في اليورين ولا راح فين؟ وبعدين نقطة طبعا هي الأساسية بقى في امتحاناتنا اسمها فارماكو داينامكس، وتحت فارماكو داينامكس كنت دايما أعلق على حاجتين، الدواء ده بيشتغل إزاي؟ ميكانيزم أكشن، والدواء ده بيعمل ايه فارماكولوجيكال اكشن، يعني بعد ما اشتغل بالطريقه الفلانيه عمل كذا وكذا على الحمض على الدبس على مش عارف، وبعدين ثيرابيوتيك يوزز اللي بنسميها انديكيشنز بتاعت الدواء انت استخدمه، وبعدين في ادفيرس افكتس اللي احنا واحنا صغيرين كنا بنسميها سايد افكتس، بس لما كبرنا شويه في الفارما عرفنا ان هي كلمه ادق شويه اللي انا سميها ادفيرس افكت. الاثار الجانبيه بتاعت الدواء. اذا كان في كونتر انديكيشن هنقولها غالبا المجموعه دي سيف قوي فما فيهاش قوي كونتر انديكيشن، لكن نظريا لو اي دواء بتكلم عليه احط موانع استخدامه. هنا بقى في حاجه مهمه في المجموعه بتاعتنا النهارده اسمها دراج انتر اكشنز. تفاعل الدواء ده مع ادويه اخرى. مهمه هي قوي في مجموعه البروجن بامبنج انتر. طيب نبدا كده ان شاء الله يعني على بركه الله السكيم بتاعنا ده في البروتون بامب انهبيتورز، انا عرفت اساميهم مش كده؟ مش مضطر احفظهم كلهم يعني الاوميبرازول ده اشهر واحد، الباقيين كلهم بقى الاوميبرازول وهيبقوا سهل التعرف عليهم. السورس بتاعهم سينتيتك دي امياء مصنعه ملهاش اي مصدر طبيعي. الكيمياء بتاعتهم حتى اللي هيذاكر ان شاء الله من الكتاب يفتكر بس معلومه تنفعنا ان شاء الله في الشرح دلوقتي. دي ار بيزك دراجز ويك بيزكس. فاكرين زمان في الفارما كده الادويه كنا بنقسمها يا اما ويك اسيد يا اما ويك بيز، دي من الادويه اللي هي تركيبتها ويك بيز. الكاينتكس فيها نقط مهمه الحقيقه نعرفها، اولا الابسوربشن دي ار فيري ويل ابسورب اورال، بس في شرط مهم قوي ان انا ما اخدهمش مع الاكل. امتصاصهم بيقل جدا في وجود الفود، وبالتالي دي ار جيفن اون امتي ستومك. يعني ايه بقى امتي ستومك دي؟ معنى فاضي يعني ايه؟ يعني قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين، لكن جرى العرف ان هم يتاخدوا قبل الاكل بفتره على الاقل ساعه. غير ان هم بيتاخدوا اوفر في منهم بعضهم مش بنزلتش بالك بالاسامي قوي، يعني الفالبوبرازول مثلا والديكس لانزوبرازول ادويه منهم بيتاخدوا بارنترال بيتاخدوا انجكشن انترابيز. زي ما برضو يعني من باب الغلاسه برضو هو امتى ادي دواء بروتون بامب انهبيتور انترابيز؟ هي القرحه دي حاجه اكيوت محتاجة دواء في الوريد يعني بقى فرحة مرض كرونيك مش كده؟ على المدى البعيد السميكوزا بتبوظ بالفريشن يعني قربنا لما يكون عندي اكيوت بليدنج من الجي اي تي لما يكون عندي نزيف من الجي اي تي ولكن ان شاء الله في استعمالات دلوقتي ساعات بيحصل انسريشن كده اكيوت مش بتاخدش وقت تحصل بسرعه قوي الانسر ما تبقاش اسمها كريبتيك السر هقول لك ان شاء الله اسمها ستريس السر المهم الالسر اللي بتحصل اكيد دي يحصل معاها ساعات نزيف فجرى العرف ان احنا ندي معاهم بروتون بامب انهبيتورز او ان شاء الله بقى النهارده او المره الجايه الاتش 2 بلوكرز اللي بيتاخدوا ساعات في الوريد عشان اعالج بيهم اكيوت السريشن في الجي اي تي اللي بتعمل مشكله اسمها جي اي تي بليدنج طيب يبقى ده بالنسبه للابسوربشن الناس الشاطرين بقى اقول لكم ما شاء الله شاطرين والله افتكر الديستريبيوشن ده كنا بنتكلم على ايه؟ صح يعدي ولا لا بلاد برين بارير يعدي ولا لا بلاسنتال بارير لما يعدي هيعمل ايه؟ بايندنج تو بلازما بروتينز واذا كان في حاجه سبيسيفيك هنا ما فيش حاجه سبيسيفيك قوي يعني في بعض الادويه مثلا تروح تتخزن في القلب في العظم مش عارف ايه هنا ما فيش يعني مش حاجه حته معينه كده بيحبوها يعني دول بيعدوا البلاد برين بارير كويس وما هياش ميزه هيش ميزه خالص بالعكس دي بتسبب احيانا اعراض جانبيه هنسمعها تعمل الديزنس تعمل دراوزي لاستحمام العيان مش متوازن تخليه شويه مدوخ تعمل صداع اي حاجه
كويس ما هياش حاجه حلوه، لكن هم غصب عندنا ان هم ليه سوليبل يعني بيتش تمام بيتبوظ البيتش. لا ما لهاش علاقه بالبيتش قوي. يعدوا بلاسينتال بارير، يعدوا البلاسينتال بارير، وتعمل طبعا ابحاث بقى من هنا للصبح. نهايه الكلام ان هم دي ار سيف، دي ار سيف. انا كاتب في المذكره ودي حاجه ما تهمكش بس والله عشان المستقبل، في ناس بيبقوا خلصوا بيذاكروا بقى ماجستير وحاجات زي كده ويجي يبص شويه على المذكره يفتكر بقى هو كان بيذاكر ايه في سنه ثالثه، فاللي عايز يعرف في حاجه اسمها كاتيجوريز في البريجنسي. بالتالي قلناها زمان ان الدواء الادويه بتتقسم دلوقتي الى خطورتها على الجنين الى درجات، مش كده؟ حاجه اسمها اي بي سي دي اكس. الاكس والدي دول خطر، بالذات الاكس طبعا. الاي والبي الى حد كبير سيف في البني ادم. هو يبقى عليه كاتيجوري بي، كاتيجوري بي. مش عايز تعرف الكاتيجوري من حقك طبعا، دي معلومه مالهاش يعني لازمه بالنسبه لك. دي ار سيف ان بريجنس. البلازما بروتين دي ار باوند بلازما بروتين زيهم زي اي دواء وما فيش منهم مشاكل. يعني مفيش بقى خناقات وهيزيح وهيتزاح والكلام بتاع زوجك. قبل ما انسى بس جزء الابسوربشن ده فيه معلومه مهمه قوي. لما بيتاخد اورال على شكل اورال بقى اللي هو الاراس او الابريشنز اللي هي بتتاخد عن طريق الفم، لازم يبقوا على شكل حاجه بنسميها انتريك كوتد بريبريشن او انتريك كوتد تابلت. عارفين الكلمه دي معناها ايه؟ يعني الدواء نفسه عليه غلاف. كويس؟ الغلاف ده عموما بشكل عام مش النهارده بس، يعني بشكل عام ليه تستعمل ايه؟ يا اما بتحمي الدواء من الحمض او الدواء بيتكسر من الحمض بتاع المعده، يا بتحمي المعده من الدواء اذا كان الدواء قلب. كويس؟ هنا في البروتون بامب الهدف منهم از تو بروتكت ذا دراج فروم اتش سي ال. الكلام اللي موجود قول انا مش هقول غيره والله، بس هو في تعديل ليه كده في الطب ان شاء الله لما تكبر بقى وتستعمله وتبقى تعرفه. المهم على قدنا ان شاء الله في سنه ثالثه الهدف من اعطائه على شكل انتريك كود تو بروتكت ذا دراج فروم اتش سي ال، لان هذه الادويه بين قوسين ار اسيد سنسيتيف. فاكرين زمان سمعناها في البنسلين كده بتاع زمان؟ يعني يتكسر بال اتش سي ال، او يسموه ساعات كلمه ادق شويه يسموه اسيد ليفايل. ايه هي؟ اسيد ليفايل يعني ما بيتحملش الحمض يعني. فلازم يتاخد على شكل انتريك. في بريباريشن تاني معرفش هي لسه موجود ولا لا، بس عشان موجود في الكتاب انا زودتها والله، مكتوب بقى على شكل بفر بريباريشن. بفر يعني هو نفسه في تركيبته عليه اتش كاربون دايكسايد، عليه اسيد بايكربونيت، عشان هو اللي يتفاعل مع الحمض ويسيب الدواء شغال. يبقى دي معلومه مهمه تفتكر بقى في موضوع الاورال ده ان هم لازم يتاخدوا على شكل انتريك كودد بريباريشن. يعني بقى للفيت معظم الادويه دي مصيرها ميتابوليزم باي بريباريشن. They are extensively metabolized by the liver, the hepatic microsomal enzymes. عارفين طبعا اشهر hepatic microsomal enzyme system اللي اسمه CYP450، مش كده؟ فاكرين السيتوكروم في؟ هو ده المسؤول عن تكسير الادويه. الدواء بيتكسر لحاجات inactive، ينزل في اليورين، ينزل ممكن شويه في البايل، المهم ان هو المين فيت بتاعه عن طريق الكبد. كده خلصنا جزء الفارماكوكينيتكس. انا لو نسيت حاجه يا جماعه قولوا لي، لان معايا الساعه مين ده بيبقى اصلا نايم فيه. ف شورتي هاف نعم شورتي هاف دي هاف الشورت دي كنت هقولها مع الـ مع الداينامكس بس ماشي. الدواء ده التي هاف بتاعته في البلازما از فيري شورت، مش مهم رقم. التي هاف بتاعته ساعه لساعتين كده. عارفين يعني ايه تي هاف قصيره؟ عارفين يعني ايه تي هاف اصلا؟ الوقت المطلوب عشان تخلص الدواء في البلازما هي من 100% ل 50%، صح؟ هو غالبا الادويه اللي بتبقى ماشيه مع قانون اسمه فيرست اوردر بينتهي مفعولها بعد كام دي هاف؟ اربعه، صح؟ مش من 100 ل 50 وبعدين من 50 ل 25 هو نص وبعدين من 25 ل 12 ونص وبعدين نقعد نعد بقى، فتقريبا بعد اربعه دي هاف بيكون تاثير الدواء خلص، مش كده؟ بص بقى الدواء ده في حاجه غريبه جدا، الدي هاف بتاعته ساعه او ساعتين ومع ذلك الاكشن بتاعه بيستمر لمده 24 ساعه. يعني باخد القرص مره في اليوم، مع ان المفروض لو كان ماشي على البنطلون ان الدي هاف قصيره يبقى محتاج ان انا ادي فريكوينت دوز، مش كده؟ ومحتاج ادي مثلا اربع مرات في اليوم عشان اضمن ان مستوى الدواء في البلازما دايما عند السي اس اس بتاع زمان، خلاص؟ مستوى ثابت. تفسيرها ايه بقى؟ جايه من الميكانيزم اوف اكشن بتاعه.
بيعمل حاجه irreversible، بيعمل اكشن irreversible. هقول لك ان شاء الله عليه دلوقتي بالتفصيل. بفتكر بس هذه المعلومه ان فيري شورت بلازما تي هاف، لكن برولونج الاكشن، الاكشن بتاعه دايما اكتر اطول بكتير قوي من التي هاف بتاعه. طيب تعالى بقى على الفارماتو دايناميكس، الميكانيزم اوف اكشن بتاعه مسموم ايه من غير ما نزاد حاجه بقى؟ مسموم ايه؟ اسمهم بروتون بامب انهبيتورز. يعني لو انا النهارده فاجئتك كده وقلت لك بيشتغلوا ازاي، هتقول لي انهبيت بروتون بامب كده، اللي هي مين بقى البروتون بامب دي؟ فاينل اللي هي اسمها هيدروجين كالسيوم بيز، اللي هي الفاينل كومن باث واي اوف اتش سي ال سي. برضه من ضمن الحاجات الغلاسه بقى، ادي الاستومك اهي وادي البرايتال سيل اهي، الحته دي اسمها الاسيتيك كاناليكيولاي بتاع البرايتال سيل، هي دي اللي فيها البروتون بامب. شايف الشراشيب دي كده طبعا على قد حالنا قوي، يعني الشراشيب دي هي اللي فيها البروتون بامب، هي اللي بتفرز الحمض هنا كده او هيدروجين ايون. خلاص سؤال بقى من اسئله الشفوي السخيفه، الادويه دي تشتغل لوكال من القرص بتاعي؟ بتشتغل لوكال يعني اول ما بلعها كده في وهي في المعده تروح موقفه البروتون بامب اللي قصادها دي؟ لا خالص، دي هي عليها غلاف صح؟ الغلاف ده هيفضل ماشي كده لحد دي على سمول انتستن، الغلاف يدوب والدواء يحصل له ابزوربشن. يعني ايه ابزوربشن بقى؟ يعني ماشي مع الدم تمام، يروح داخل جوه البرايتال سيل ويحصل له كونسنتريشن انتو ذا برايتال سيل. حد عارف السبب؟ الحته دي اسيدك قوي اساسا الدواء ده ويك بيس ويك بيس صح؟ يعني حصل له ايه؟ دواء في ميديم اكشن حبة يحصل له ايونيزيشن فيحصل له خلاص اتحبس في الحته دي، ودي حاجه وحشه ولا حلوه ان هو اتحبس في الحته دي؟ لا حلوه جدا، هي دي مكان شغله كويس. يبقى الدواء كده كوثر ايه؟ خدناه اورا، الغلاف بتاعه استحمل الحموضه لكن جه على البي اتش بتاعت الانتستين والانزيمز اللي موجوده فيها بوظت الغلاف كويس، والدواء نفسه بقى ايه؟ ابزورب ودخل على الاستومك مع البلاد سبلاي، اتخزن قوي عند البرايتال سيلز عند الحته اللي فيها الاسيديك كاليكيولاي اللي هي الجزء اللي فيه البروتون. ويقول لك دايما تركيزه هنا هيبقى اعلى من هنا تقريبا 1000 مره، مش مهم برده الرقم، المهم ان هو كله بيتخزن هنا ان هو بقى ايونايزد فاتحبس خلاص. ادي اول معلومه، هو بيشتغل سيستميك عشان الناس كانت دايما فاكره لما بيجي للشحن ان هو قال لي بروتون بامب قصاد اهي اروح اعمل لها انيبيشن، لا از سيستميك اكشن. الخطوه نمره اثنين او الحاجه المهمه نمره اثنين، ذيس دراجز ار برو دراجز، ذيس دراجز ار برو دراجز يعني ايه؟ يعني هم ان اكتف ويتحولوا لاكتف ميتابولايت. عارف بيتحولوا فين لاكتف ميتابولايت؟ دي ار اكتيفيتد في المكان ده، يحصل لهم حاجه اسمها بروتونيشن. حطنا عليه هيدروجين صح؟ بقى ساعتها اكتف دراج، يبقى هو ما كانش ليه اي قيمه، لما جه في المكان ده شبك فيه الهيدروجين ايون فيقول عليه بروتونيشن، ساعتها تحول من برو دراج انتو اكتف دراج. استفدنا ايه بقى في الاخر؟ عملنا كل الفيلم ده ليه؟ عشان يعمل ايه بقى؟ يمنع البروتون بامب. طيب البروتون بامب دي انزيم، وانا فاكر من زمان كده اللي بيمنع الانزيم يا اما يكون ريفرسبل صح؟ معطل الانزيم شويه بعدين يرجع يشتغل بعد كام ساعه، يا اما يكون ريفرسبل. هما ريفرسبل خلاص؟ وصلت يا جماعه الميكانيزم بتاعهم، هو الميكانيزم على فكره ظريف والله وممتع حتى كده في الفهم. يبقى واحده واحده كده دي ار، يبقى لا في الاول خالص بقى دي ار اسيد سنسيتيف، لازم تاخده على شكل انتريك كود، وبعدين الكود هيدوب في الانتستن يبقى ابزوربد يروح على البرايتال سيل يحصل له كونسنتريشن، وعرفنا السبب. عشان كده قلت لك كلمه ان هو بيزك دي هتنفعنا، يبقى كونسنتريتد في البرايتال سيل في الاسيديك كاناليكولار بوردر ده، ويبقى تركيزهم هنا اعلى من اي مكان في الجسم. وانس ان هم وصلوا هنا هيتحولوا من برو دراجز انتو اكتف دراجز باي بروتونيشن، يستقبلوا الهيدروجين ايون. مجرد ما تحولوا لاكتف دراجز عملوا انيبيشن للهيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز، ولازم لازم تكتب ايرفرسبل. عرفت ليه بيقعدوا فتره طويله بقى؟ مش هم في البلازما بيختفوا بسرعه؟ لكن قاعدين شغالين، اللي هو نظام اضرب وجري بتاع زمان ده، فاكر هيت اند ران، انت مش موجود في الدم لكن تاثيرك موجود، لانك انت مانع تماما ان الانزيم ده يشتغل.
بعد 24 ساعه ان شاء الله هيكون الانزيم ده رجع تاني. صح، في كتب معظمها كاتبه ان هو بيحصل له ريجينريشن، يعني بكون انزيم جديد، وانا للامانه العلميه بس كتبت لك ان ممكن يبقى ري اكتيفيتد، هي مش عليك. يعني في كتب كاتبه ان نفس الانزيم ده هيرجع يشتغل تاني بس عايز 24 ساعه. مش مهم دي بقى، خلاص خليك مع الشعب كده، اعرف ان هو بيحصل له انهبيشن تماما ولازم اصنع انزيم جديد مش ماسك فيه البروتون بامب. يبقى خلصنا كده من الميكانيزم اوف اكشن فارماكولوجيكال اكشنز. هذا الدواء تقريبا بيمنع الحمض بنسبه 100%، مش هو اهم اكشن ليه؟ هو انتي سكريتوري مش كده؟ بيقلل الحمض، تقريبا ما بيبقاش فيه حمض في الرئه، عشان كده بيعمل اعراض جانبيه كلها جايه او معظمها جايه من كده. فالحمض بقى انت قلت لي خدت فيسيولوجي بتاع شايف ولا لسه؟ طيب لما تاخده ان شاء الله بقى مع دكتور ماهر بقى وناس حبايبنا دول، هتلاقي فيه الحمض ليه مستوى كده بيسموه بيزل او فاستنج، مستوى كده ايه قبل ما اكل وانا صايم كده في مستوى الحمض كويس، وبعدين لما اكل او الفيجاس يشتغل او الجاسترين يشتغل او يطلع هيستامين، كل الحاجات دي بتنشط فتلاقي الحمض عالي، وبعدين يجي بالليل ينزل ويعلى تاني، تقول عليه نوكتورنال. نوكتورنال ده معناه ان هو ارتفع كويس، وهنسمع ان شاء الله بقى سواء المره الجايه او المره دي النوكتورنال ده اللي بيتحكم فيه غالبا الهيستامين، يعني اكتر حاجه بتخلي الحمض يطلع في اثناء النوم او بالليل هو الهيستامين اللي طالع من الانتيروكروماتين بايس. خلاص يبقى كان الحمض ده ليه مستويات، عشان بس لما تقراها ما تستغربش، هو المفروض الكلام ده فيسيولوجي بس احنا يعني طالما سبقنا في ليفل اسمه بيزل او ساعات بيسموه فاستنج ليفل، وبعدين في ستيميوليتد ليفل. تمام؟ فاهم مكتوب فارماكولوجيكال اكشنز، مكتوب فارماكولوجيكال اكشنز اول واحد بيقلل الحمض. طيب هنلاقيها ان شاء الله، بيقلل الحمض يا سهلة، بيقلل البيزل ليفل، بيزل اللي هو من غير ما يبقى فيه اي ستيمرس يعني كده ايه اساسي يعني، وبعدين في ستيميوليتد ليفل، ستيميوليتد باي حاجه بقى، ستيميوليتد باكل، ستيميوليتد بخروج بشغل الفيجاس والهيستامين والجاستين، وفي ليفل تاني اسمه نوكتورنال. نوكتورنال ده يعني معناه انه بيعمل بالليل، وزي ما اتفقنا جايز تلاقيها مكتوبه في الاتش تو بلوكرز جايز ما هو لقيناها. طيب النوكتورنال ده هو بيعلى بالليل، وده غالبا اللي بيسيطر عليه زي ما اتفقنا الهيستامين اكتر من اي ستيمولس تاني. يبقى هو هيقلل الحمض في كل الايه الاوقات. يعمل ايه في البيبسين؟ يقلل ايه بقى في البيبسين؟ بالظبط يقلل الاكتيفيشن، مش هو بيطلع توكسينوجين عايز حمض عشان يتحول لبيبسين، مفيش حمض. يقلل البيبتيك اكتيفيتي. ملوش علاقه بالموتيلتي. دايما نقول الكلمه دي يا جماعه عشان نفرق ما بينهم وبين الانتي كولينرجيك او الانتي ماسكارينيك. فاكر الماسكارينيك دول مش بس موجودين على الغدد، موجودين على سموث مصر كده، فاكر انت الاستات كولين والباراسيمباثيتيك دايما يزود الموتيليتي مش كده؟ فاي حاجه انت ماسكارينيك توقع معاها انها تقلل الموتيليتي بتاعت الاستومك، تقلل حركه الجي اي تي عموما فتعمل لك امساك مش كده؟ دول ما لهمش علاقه بالموتيليتي. ليه؟ بيشتغل على حاجه مالهاش علاقه بالعضلات، بيشتغل على البروتون بامب. يبقى دي دروب افكت ذا موتيليتي، دي تعتبر الى حد كبير ميزه. لا بيعملوا حاجه اسمها ديلي جاستريك انتي ولا بيعملوا كونستيبيشن. قصه بقى جاسترين هتلاقي مكتوب في كل الكتب ان هم بيعملوا حاجه اسمها هايبر جاسترينيا. سهلة؟ يعلوا مستوى الجاسترين في الدم. بما ان احنا ما خدناش فيسيولوجي فمش هسال. الجاسترين لما الحمض للاسف لما بيتكون في المعده بيعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك. طب انتوا عارفين اهو مخبين عليا ليه؟ بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن اون جاسترين. يعني بيطلع حمض يعني بيجي جاسترين كويس؟ يزود لك الحمض. الحمض لما بيطلع يروح عامل نيجاتيف فيدباك اون جاسترين ريليز. طيب ده عادي. طب انت النهارده اخبار الحمض ايه؟ مفيش. تقريبا مفيش مش كده؟ يبقى اخبار الجاسترين ايه؟ عمال يعلى لان مفيش نيجاتيف فيدباك. طيب لما الجاسترين يعلى الناس كلها في الاول خافت. جاسترين عالي فانت عمال تزود هنا فعمال تزود كالسيوم فعمال تنشط البروتين كاينيز، هل في مجال للخوف؟ لا، لان سيادتك قافل الفاينل كومن هاف واي، قافل هنا بطريقه بتدور بتاعها زي ما بيقولوا بقى المصريين، مفيش احتمال ان هو يرجع يشتغل تاني غير لما يبقى ريجنريتد او ري اكتيف. فرغم ان في زياده جاسترين مفهوم يعني؟ نقول تاني. نعم.
احنا بنتكلم على ايه بس عشان معلش انا جايز برضه اخدني الحماس نتكلم عن الفارماكولوجيكال اكشنز اوف بروتون بامب انهبيتور صح؟ طب هو بيزود البستريم كام؟ ما هو الفكره كلها بيطلع هندو كويس؟ بيكون اتش سي ام من الفسيولوجي ده الاتش سي ام نفسه بيروح عامل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الجاسترين ريليز الحمض نفسه بيوقف خروج الجاسترين طب هو بيقلل الحمض اصلا مش هو مانع اصلا خروج الحمض لما بيتكون الجاسترين بيقل صح كده؟ نيجاتيف فيدباك مفيش حمض الدواء بتاعك بتاع النهارده ده ما عادش فيه حمض يعني there is no نيجاتيف فيدباك يعني مفيش جاسترين لا ازاي؟ مفيش نيجاتيف فيدباك مفيش ما يمنع الجاسترين نفي نفي اثبات بتاع عربي يبقى الجاسترين عمال ايه؟ يطلع ومفيش حاجه توقف فيحصل حاجه اسمها هايبر جاسترينيميا يعني. خلاص؟ هتاثر على الحمض في حاجه؟ لا لان انت قافل الخطوه النهائيه هي لها تاثيرات ان شاء الله في الاثار الجانبيه دلوقتي لكن على الحمض نفسه هنا ما لهاش اي تاثير. حاجه كده وصلت. طيب يبقى ده اتفضل مش كده مجرد ما ده هيتفتح يعني لو اي حاجه حصلت في الدوز او اي حاجه حصلت مجرد ما يتفتح هيبقى فيه ريباوند يعني؟ وهتبقى زياده قوي لو الجاستين زياده قوي. ممكن لو الجرعه مش مظبوطه بس هي عاده الجرعه البريسكرايب خلاص الجرعه الموصوفه 20 ولا 40 ولا وات ايفر 100 ملي جرام دي بتعمل انهبيشن تام من هذا الدواء. الجاستين مع الوقت بيقل حتى لو انا بدي حاجه عليها الجاستين هو عباره عن هرمون لايف سبان ليتي هاف مفيش مشكله قوي. يعني الريباوند هنا ما هوش خطر قوي لو انت تقصدي ان ممكن يحصل ريباوند ان يحصل زياده عاليه قوي في الجاسترين وده اشتغل فالحمض يعلى قوي مش موصوف يعني قوي. يبقى عرفنا كده فارماكولوجيكال اكشن زي ما خلاص اتقالت كلها يبقى الحمض 100% قليل في كل حالاته البيبسين اكتيفيتي قلت عشان مفيش حمض مفيش حاجه ليها علاقه بالموتيليتي الحمد لله لا جاستريك كانتي ديلي ولا كونستبيشن لكن الجاسترين زاد وعرفنا ان نتيجه ان مفيش نيجاتيف فيدباك ايه بقى الاستعمالات؟ هنتكلم على درس اسمه ايه؟ صح برافو عليكم برافو يا عيني ان شاء الله نبدا الشاطر قوي فيكم ان شاء الله كلكم شاطرين والله. في عندنا امراض انا عارف ان المصطلح ده مش موجود في الكتاب بس في مجموعه من الامراض اسمها اسيد بيبتيك ديزيزز. اسيد بيبتيك ديزيزز اللي هم الشرب البيبتيك السر وحاجه اسمها جيرد وحاجه بنسميها سولينجر اليسون سيندروم. الثلاث امراض دول في الطب يعني او في الجهاز الهضمي شبه بعض بيسموهم اسيد بيبتيك ديزيز يعني مرتبطين قوي بزياده الحمض وزياده نشاط الجسم. القرحه بتاعت المعده اللي هي بتاعتنا دي سواء جاستريك او يونينال او غيره. مرض اسمه الجيرد اللي هو جاسترو اسوفوجيال ريفلكس ديزيز ومرض تاني ما اعرفش بقى سمعناه زولينجر اليسون سيندروم بيقول عليه الجاسترين سيكريتنج تيومرز اوف ذا بانكرياس. بانكرياس في نوع من الخلايا زياده شويه اللي بتصنع جاسترين فعنده هايبر جاسترينيا كويس في خلايا معينه نشاطها عالي قوي في البنكرياس بتطلع كميات مهوله من الجاسترين. يعمل ايه الجاسترين في البني ادم بقى؟ يعمل له قرح صح ولا لا؟ مش هيشتغل هنا يزود البروتون بامب فيعمل له السر فتلاقي دايما من اعراض الزولنج الايرسون ده السريشن في الجي اي. طيب مع بعض كده واحده واحده واحده. هو المجموعه بتاعت البي بي ايز دي ار ذا دراجز اوف تشويس. احسن مجموعه في الثلاث حاجات في الطب دلوقتي هي البروتون بامب. بتعالج البيبتيك السر سواء جاستريك او ديودينال. اللي بين قوسين ما نمناش قوي النهارده الجاستريك عايزه وقت طويل شويه عشان تخف تاخد لها تقريبا 8 اسابيع. الديودينال بتاخد تقريبا 4 اسابيع بس. كويس يبقى هو اول استعمال واهم استعمال. في الجرد الجرد يا جماعه محتاج دوايين. الجرد محتاج الجرد مشكلتي ايه؟ حمض راجع عكس الاتجاه واللي خلاه يرجع عكس الاتجاه ان الصمام اللي ما بين الاسوفيجال والصمامك ده ضعيف يبقى عايز اعمل ايه بقى؟ اقلل الحمض واحسن حاجه تقلل البي بي اي واهم من كده هي بقى ازود التون اوف ذا لور اسوفوجيال سفنكتر كان اسمهم في اول حصه لو تفتكر بروكايناتيك. بروكايناتيك دراجز اساميهم جايه ان شاء الله الحصه اللي جايه تلاقي مكتوب ايتو برايد ولا موزا برايد ولا ميتو كلوبرامايد ولا اي بلوى في البلاوي اللي جايه دي كلهم عباره عن مجموعه ادويه الهدف الاساسي منها تو انكريز ذا تون اوف ذا لور اوسوفوجيس. تعالى بقى قول لي كده دوره ايه في الزولينجر تيسون؟
عرفت يعني زولينجر اسم؟ يعني مشكلتنا ورام او يعني خلايا هايبر بلاستيك يعني بتطلع كميات كبيره من الجسم. هو عمل ايه في الجسم دي؟ ده هو زود الجسم صح؟ يعني مفيش نيجاتيف فيدباك بس مسته ان الجسترين ده مهما عالي مش هيعمل حاجه، لان انت قافل الخطوه الاخيره. يبقى عشان كده ان شاء الله انك انت لما هتروح البيت هتبعت لي بقى وتكلمني وتصحيني من النوم تقول لي لا الحق بقى، ده انت قلت لنا انه يزود الجسترين وهو اصلا التيومر ده فيه جسترين زياده. خلاص؟ هرد ساعتها ولا هكمل نوم عادي؟ وعرفت ان هو مهما زاد الجسترين الدواء ده عامل ايرفيرسبل انهبيشن. يعني انت عارف لو كان ريفيرسبل كنت هصحى وارد عليك، لكن هو ايرفيرسبل. يعني مهما زاد الجسترين ومهما زاد الكالسيوم ومهما زاد البروتين كايليز الخطوه الاخيره مش شغاله نهائيا. فعشان كده هو يتاخد بس خلي بالك ده سيمتوماتيك تريتمنت. انا ما عرفتش الورم صح؟ انا كل اللي عرفته المشكله اللي حصلت من الجسترين اللي هي الالسريشن بتاعت الجي اي. اذا كان مكتوب انه بيتاخد في الاكيوت بليدنج في الجي اي تي حلو خير وبركه اللي احنا سميناها اكيوت السرز او يسموها في بعض الكتب يا جماعه ستريس السرز. ستريس السرز قصه كبيره قوي قوي كده الناس بيحصل لها السريشن بسرعه والالسرز دي بتعمل بليدنج سموها على فكره في بعض الكتب ايروجنز عشان برضو يعني لو لحد اعرف اي حاجه كده ايروجنز يعني زي ما بنقول كده تآكل يعني حاجه شبه الالسر يعني دي مشهوره جدا انها بتعمل نزيف من الجي اي ساعتها بقى هدي البروتون بامب انهبيتورز انتراكيوس دي حاله طوارئ مش عليك تعرف قوي بس عشان اظن الكتاب كان كاتبها في سنه من السنين الستريس السر دي بتيجي يا اما نتيجه بير يعني عيان حصل لا قدر الله حرق جزء كبير قوي دخل الرعايه المركزه عيان عمل حادثه فجاله تروما جامده قوي دخل انتنسف كير يونت في حالات الاكيوت رينال فيلير دي ثلاث حاجات مشهوره جدا جدا بتعمل حاجه اسمها ستريس السر او يسموها اكيوت تمام؟ انا كنت بقول لكم اشتغلت عليها شويه في الماجستير حتى يا رب مش الدكتوراه نعمل ستريس السر في الكلام بطريقه بشعه والله الواحد لما طبيبه صحي يعني حسيت ان احنا كنا بنعمل ستريس السر ان احنا بنربط الفار من اربع اطراف كده ونسيبه يعني نسيبه 24 ساعه مربوط كده من ايديه ورجليه تيجي ثاني يوم الصبح تموته وتاخد الاستومك تلاقي فيها ايروجنز كتير قوي في ناس بتغرقوا في ميه دي ستريس السر برضه في الكلام وفي ناس يعني دي حاجات فظيعه قوي بس يعني ايه كله في سبيل البشريه طبعا الرساله اترمت في الزباله بعد كده بس عشان ايه احنا عملنا اللي علينا يعني. الستريس السر دي حاجه مشهوره جدا في البشر بس بتيجي بقى مش حد يقول من ايديه ورجليه ولا حاجه بتيجي لما يتعرض لتروما جامده او بيرن جامد او مشكله الاكيوت فينا ليش بتصير يا دكتور؟ ليش بتصير اصلا؟ يعني قصه كبيره قوي قصه طويله جدا جدا عشان ليها علاقه بقى بالبلاد سبلاي وليها علاقه بالبروتكتيف ايجنتس وليها يعني حاجات كالسيوم طبعا كالسيوم ليه دور مهم جدا هنا الستريس والكورتيزون العالي والادرينالين العالي موضوع متراكم يعني داخل في حاجات كتير قوي. لكن اهم بقى اللي بيحصل البروتيك تشينجز غالبا بتبقى بسبب سيمباثيتك ستيميليشن عمال يزود كالسيوم في اماكن معينه والجزء بتاع البروتيك افكت بتاع الكالسيوم. طيب خلصنا كده من الاستعمالات يعني كده قلناها تقريبا كل الثيرابيتيك يوزز. اخر حاجه بقى ان شاء الله عشان نخلص النهارده حاجه بنسميها ادفيرس افكتس بالمناسبه هتلاقي بعد الادفيرس افكتس مكتوب درايف انتراكشن مش كده؟ انا مش عارف رقمتها ولا نسيت لان في بعض الكورس بتحط درايف انتراكشن ده كانها واحد من العيوب بتاعت الدواء. يعني اذا ما كنتش رقمتها اديها رقم فاهم قصدي؟ يعني تقول لي ادفيرس افكت خمسه سته كده ويبقى سابع واحد فيهم هو درايف انتراكشن. المفروض ان هي الحقيقه ايتم لوحده بس عشان احتياطي كده احيانا بنعتبر كل الدواء بيعمل تفاعل مع الادويه الثانيه ده من الاثار الجانبيه بتاعته. قبل ما اقول بقى الاثار الجانبيه مجموعه البروتون بامب انهبيتورز ار اكستريملي سيف دراجز. ادويه امنه بشكل رهيب. حد عنده تفسير؟ الشرط ها؟ يعني ده تعريف مش كده بس ليه؟ ويك بيزنس؟ لا يعني ما بتروح مكان ثاني غير ال بالظبط بالظبط تقريبا لا هي بتروح شويه مش كده أيوة ده المكان الاساسي وفي اي مكان تاني هي تبقى ايه بقى؟ بروجرس صح؟ اذا حصل اثار جانبيه بتبقى غالبا بقى من الكيمياء يعني عمل حاجه على البرين ليها علاقه بكيمياء الدواء حاجه مالهاش علاقه بقى بتفسير الدواء بالميكانيزم فهمتوا قصدي يا جماعه؟ هو اكستريملي سيف
لان هم دي ار اكتيفيتد وكونسنتريتد في مكان شغلهم. نعم تمام سيستمك وعملوا اثار جانبيه صح؟ بس ليه؟ وير فيري سيف لان هو شغلهم الوحيد هنا في المكان ده كشغل لان هم بيتركزوا هنا بيبقوا اكتيفيتد هنا. في اي مكان تاني لو حصل هيحصل اثار جانبيه هنقولها ان شاء الله دلوقتي. ليها علاقه بقى بالكيمياء اللي هي ما اقدرش افسرها لك. اثار جانبيه ليها علاقه بالاستراكشر بتاع الدواء وليس بالدايناميك بتاع الدواء. كالعاده بقى في حاجات كده دايما نحطها في اي دواء بنتكلم على ادفيرس افكت يبقى جي اي تي مش كده؟ ممكن يعمل مش عارف كوليكس دايريا نوزي مش عارف اي حاجه من دول. والالرجي زي ما ده ممكن يعمل الالرجيك ريأكشنز فيحصل ايتشنج يحصل سكين راش او طبق جلدي او ممكن يعملوا مشاكل على السي ان اس احنا اتفقنا شويه يعدوا مش كده؟ بلاك برين باجر ومش عارف ما هي مالهاش علاقه بالاكتيفيشن هو برضه هنا يعني هماش عملوا سي ان اس ديستربنس عشان هم شغالين على السي ان اس هم ليها علاقه زي اي حاجه اريتيشن بماده كيميائيه مالهاش علاقه بالميكانيزم زي ما قلت لكم دلوقتي خلاص يعملوا بقى هيدك يعملوا ديزنس يعملوا دراوزنس انتوا عارفين ديزنس اللي هو عدم التوازن او الدوخه دراوزنس يعني راسه تقيله ما هواش مصحصح يبقى دي ثلاث حاجات يعني الى حد ما متوقعه في بقى حاجه مهمه قوي غالبا دي احصائيات بقى يعني لقوا ان نسبه الانفكشنز على مستوى الجي اي تي بيسموه انتريك انفكشن نسبه الالتهاب البكتيري يعني او التلوث البكتيري على مستوى الجي اي تي وعلى مستوى الريسبيراتوري سيستم زي النمونيا يعني الالتهاب الرئوي زياده قوي في الناس اللي بياخدوا بروتون بامب. حد عنده تفسير؟ في ناس معينه مثلا؟ بالظبط انهي بقى حاجه في الميونتي؟ الاتش سي ال ده يا جماعه بروتكتيف الاتش سي ال ده واحد من الديفنس ميكانيزم اجينست بكتيريا كويس؟ فانت لاقي الحمض خالص انت مدي دواء تقريبا مقدر الحمض لدرجه الصفر فبيدي فرصه ان يحصل انفكشن يحصل بقى بكتيريا زي كلوستريديا مثلا بتاعت الجي اي تي او غيره وتنتشر بقى مع الدوره الدمويه تصل على مستوى الرئه فتعمل نمو. يبقى دي من الحاجات اللي هي يقول عليها هاي انسيدنس اوف انفكشن. في حاجات كتيره جدا في الاكل محتاجه اسيدتي عشان تمتص. يعني الايرون، الكالسيوم، المغنيسيوم، بي 12 الحاجات دي كلها محتاجه الحمض يكون موجود في المعده. لو انت مانع الحمض تماما هيحصل انهبيشن للابسوربشن بتاع الكلام ده كله. فممكن عيان يدخل في ديفيشنسي انيميا بتاعت الحديد مغنيسيوم قليل مش هتفرق قوي كالسيوم قليل بي 12 قليل مش كده؟ كالسيوم قليل ده يفرق معاك في ايه؟ في العظم يفرق معانا في العظم مش كده؟ فلقوا ان في هاي انسلنس لقوا ان في نسبه كسور في العظم في الناس اللي بياخدوا بروتون بامب انهيبيتورز اعلى فبداوا يفسروها ان هي جايه نتيجه ان انا مش قادر اعمل كومبليت ابزوربشن اوف كالسيوم من الجي اي تي في بعض الادويه محتاجه اسيدي مفهوم يا جماعه؟ يبقى الحاجات اللي بتقل مع الاكل ليها على فكره ده يعتبر دراج انتراكشن يعني هتلاقيه مكتوب مره ثانيه كده مع دراج انتراكشن وانا باخد كالسيوم ولا مغنيسيوم ولا حديد ولا بي 12 هيقل امتصاصه. بس يا دكتور ممكن اكمبنسيت بسبلمنتيشن صح صح ازود بقى ساعات لو لقيت في حاجه ناقصه اديها مش اورال ادي سبلمنت يعني اتصرف بقى. ده من الحاجات المشهوره بقى اللي قلت لكم تعتبر ادفيرس افكت في نفس الوقت في دواء مشهور جدا في الانتي فانجل دراجز وعدى علينا السنه اللي فاتت بس في ظروف صعبه اسمه كيتوكونازول دواء من الانتي فانجل قديمه شويه ده محتاج اسيدك عشان يمتص فانا لو باخد دول وباخد معاه كيتوكونازول على امتصاص الكيتوكونازول ده يقل قوي لان مفيش اسيد. الجزء بتاع الهايبر جاستريميا اللي احنا قلناه ده بقى هو كده بتسمع فكره في رغي كتير قوي انا برضه فاكر السنه اللي فاتت يعني هتلاقي في رغي كتير كده ومش عارف وبوليبايت جي اي تي وكلام كده كبير قوي بس خلينا نركز على الحاجات الاساسيه. من الحاجات اللي مشهوره جدا لما ظهر ان هو بيعمل هايبر جاستريميا لقوا ان هو ممكن يعمل حاجه اسمها جاستريك كارسينويد تيومرز اللي بيسموها ساعات جاستينوما يعني كانه حصل تيومر في الانتيروكروماتين سيلز دي اللي جوه جي اي تي وكان تفسيرها ان هو عمل هايبر جاستريميا عمل هايبر جاستريميا عشان هو مش هنت ما فيش نيجاتيف فيدباك فالجاسترين عمال يعلى الجاسترين ده بيستيميليت الجروث بتاع الكيلوكروفين سيلز ويحولها الى هايبر بليزيا او حتى تيومر يعمل فيها تغير على شكل ورم. الكلام ده بعد ابحاث خدت سنين والله من الناس يعني بتشتغل طلع ان هو موجود في الاكسبيرمنتال انيمالز ولم يحدث ابدا في البني ادمين وحتى مش كل حيوانات التجارب حصل فيها
حصل بالتحديد في الطوارئ زي الفئران دي المجموعات الحيوانات اللي بيجرب فيها وحصل فعلا في المعده عندهم اورام نتيجه زياده الجسم. يبقى ده بالنسبه لنا كده الاثار الجانبيه عرفنا بقى جي اي تي سي ان اس الجزء بتاع الالرجي الانفكشن زياده نقص امتصاص الحاجات من الجي اي تي وقصه بقى الهايبر جاستمينيا تلاقي هم دول الحاجات الاساسيه في الادفيرس افكت بتاع الادويه في البروتون بامب انهبيتورز على مستوى الدراج انتراكشنز هم ثلاث حاجات. خلص بقى ثلاث حاجات في الدراج انتراكشن نمره واحد قلناها هيقلل الاورال ابزوربشن وبالتالي يقلل الاورال بايوافيلابيلتي اوف كالسيوم ايرون بي 12 ومغنيسيوم عايز تحط معاهم كيتوبرازول صح. نمره اثنين الاوميبرازول بالذات اكثر من غيره يعتبر هيباتيك مايكروسومال انزيم انهبيتور. فاكرين بقى؟ يأثر على انزيمات الكبد اللي مسؤول عن تكسير الادويه، يعني لو خدت بالك النهارده هو نفسه بيتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز ويقلل نشاط الهيباتيك مايكروزومال انزيمز اللي بتكسره واللي بتكسر اذر يقوم يعمل ايه بقى في الادويه الثانيه؟ يزودها ولا يقللها؟ يزودها تمنع التكسير مش كده؟ ولما يزود ممكن يحصل توكسيسيتي وخصوصا لو كان الدواء من الادويه اللي ليها لو ثيرابيوتيك انفلونس. يعني انا اخاف مع ورفن اخاف مع فينيتوين بتاع السرعة اخاف مع ثيفيلين اذا كان مكتوب دايزيتام ما اخافش منه لان دايزيتام ده من الادويه اللي ليها هاي ثيرابيوتيك اندكس دي الادويه المشهوره قوي اللي ممكن لما ادي الدواء ده احتاج ان انا اعدل الجرعه ان انا اقلل الجرعه شويه عشان ما يحصلش مشكله دراج انتراكشن. اخر دراج انتراكشن بقى هو البلاد ده كان من زمان قوي مش كده؟ البلاد فارماكولوجي ده كان من سنتين كان في حاجه اسمها انتي بليت دراجز طبعا اشهرهم الاسبرين في الجرعات الصغيره بتاعت الانفاض بس كان في دواء تاني كده اسمه كلوبيدوجرام كان في مجموعه كده بتشتغل على ريسبتور اسمه الاي دي بي الليوزين دايفوسفين على بليتز. المهم يعني كان في دواء اسمه كلوبيدوجرام. الكلوبيدوجرام ده كان برو دراج يعني محتاج يحصل له اكتيليشن في الليفر بانزيمز مش كده؟ عشان يتحول لاكتف كومباوند يعمل انهبيشن على الاجريجيشن الاوميبرازول ومعظم البروتون بامب انهبيتورز الموجودين في الطب حاليا بيهبطوا الانزيم اللي بيأكتيفيت الكلوبيدوجرام. طب هيعمل ايه بقى في الكلوبيدوجرام ده؟ هيفضل برودراك مش هيشتغل هيفضل برودراك هيقلل نشاطه لان مانع الاكتيفيشن بتاعه عن طريق ان هو انهبيشن على الانزيم اللي مسؤول عن الاكتيفيشن اوف الكلوبيدوجرام. زي ما احنا مش هيشتغل يعني الكلوبيدوجرام ده انكتيف كومباوند عايز يعدي على الليفر الفاتيك مايكروزوما الانزيم بتروح محولاه الى اكتف من الاول. ولا حاجه. حبيبي البوسه دي هتطلع في التزيين. هيتحول اكتف ميتابولايت عن طريق الهيباتيك مايكروزوما الانزيم. لو انت مت بقى ساعتها اي بروتون بامب انهبيتور انت موقف الانزيم ده. فيفضل الكلوبيدوجرين على شكل البروت باك ليس له اي معنى. خلاص ان شاء الله المره الجايه بقى نكمل. يا رب يا جماعه ان شاء الله واحد زي ما اتفقنا كتاب او مذكره الناس عايشه